عنده خبرة كبيرة جدا في الاوت دور كولينج والهايبرد سيستم ان جنرال. هو كان الهيد في الديزاين تيم في وان اوف ذا لارجست اوت دور كولينج بروجكت ان ذا وورلد في يونيفرسال ستوديو ان سنغافور. وكرنتلي هي از ليدنج اير تو او كولينج كومباني. يعني دي كويك انتروداكشن ريلي كويك عن باشمهندس محمد. واعتقد بقى انا هسيبه هو يبدا الكورس. ازيكم يا شباب، وانا شاكر جدا للناس اللي حضرت رغم اللي سجلوا اكتر، بس ده كويس قوي، نسبة حضور عالية جدا وده كويس. احنا النهارده هنتكلم على الفاندمنتال بتاعت ال اتش فاك انا ان جنرال، وانا عايز بس اقول الكورس هيمشي ازاي عشان بس الناس اللي تبقى فاهمة الكورس هيمشي ازاي. احنا في الاول هنتكلم على الفاندمنتال، بعد كده هنتكلم عن الديفرنت تكنولوجيز المختلف عموما، يعني لكل الاتش فاك. فاحنا هيبقى في جزء في يعني هيبقى في جزء فعلا بالدبث في الفيوتشر، فانا يعني هيبقى في شويه اساينمنت كده على اساس ان انتوا تعرفوا. لو سمحتوا يا شباب اللي داخل يميوت himself. اعتقد كله muted. Okay. Yeah, mute. بس شباب mute yourself. Okay. طب احنا في الاول عايزين نتكلم يعني ايه HVAC، يعني ايه تبريد تكييف عموما، يعني عشان في بس misunderstanding كده صغير عند الناس. يعني هو التبريد والتكييف مش ضروري يكون تبريده بس، هو التكييف ان انت بتكيف المكان عشان انت كهيومن the best perform. هو ده التكييف، سواء كان بارد سواء كان سخن سواء كان humid سواء كان dry whatever it is. انت كهيومن محتاج ان انت تكيف الهواء عشان تو بيست بيرفورم. طيب اهم حاجه عشان نبتدي بس نفهم يعني ايه تكييف. طب احنا كهيومن بنبيست بيرفورم فين امتى؟ يعني انا مثلا ببيست بيرفورم ازاي؟ حد عنده فكره احنا بنبيست بيرفورم امتى؟ ايه درجه الحراره؟ ايه درجه الرطوبه؟ ممكن تكتبه في الشات بوكس، يعني في ال عشان بس ما هيبقى لو اتكلمنا هيبقى الموضوع صعب. ممكن تكتبوا في الشات بوكس مثلا يعني انتوا فاكرين ايه انا احنا بنحاول نوصل كومفورت زون يا باشمهندس من حيث درجه حراره مثلا 24 درجه و50 ريلاتيف هيوميديتي. طيب انت عارف ليه كده؟ ليه ال 24 وال 50؟ اشمعنى يعني؟ اكتر كونديشن بيبقى الانسان مستريح فيها تقريبا. هو هي ليها طبعا ليها biological explanation، ليها تعريف بيولوجي. احنا كهيت انجن ماشين، انت في الاخر على فكره انا وانت وكلنا وي ار هيت انجن ماشين. الهيت انجن ماشين ديت محتاجه انها تشتغل انت بتاخد فلويد ام سوري فود اللي هو الفيول تحرقه، والفيول ده بعد كده بيشتغل. Your efficiency لو احنا اتبعنا Rankin efficiency اللي هي 1 over Tn على T outlet، انت محتاج دلتا T ما بين ال Tn وال T outlet. فانت محتاج انت your درجة حرارة جسمك من جوه في السبعة، يعني معلش اعذروني انا هتكلم فهرنهايت عشان انا متعود على فهرنهايت. انت من جوه حوالي 97 98 يعني 37، فمن بره ما ينفعش تبقى 37، هيبقى your efficiency the worst. If you think about Rankine efficiency، صح؟ لأن أنت ما ينفعش تبقى جوه وبره زي، عشان كده في الأماكن الحارة أنت بتحس بهمدان ومش قادر تشتغل ولازم تلبس وتبرد نفسك وكده. ف your efficiency will go really 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 low. لو أنت درجة الحرارة عالية. في الناحية التانية أنت لو هي برد قوي
انت هتحس بانكمفورتبل وهتحس بشرينكينج ومش عارف ايه وكده، الافشنسي هتعلى. عشان كده الناس اللي في الدول البارده الميتابوليزم بتاعهم اعلى بكتير من الناس اللي في الدول الحر. يعني انت لو تمشي ساعه بس وفي الجو برد، الكميه الحرق اللي هتحرقه اعلى بكتير قوي لو انت تمشي في نفس الجو، الجو حر، لان انت الميتابوليزم والجو برد بتبقى اعلى. ان فاكت يعني لو انت عايز تلوز ويت فيري فاست، تروح الاسكا تقعد 3 شهور، انت محتاج 5000 كالوري بير داي جاست تو مينتين يور ويت. فده ده مختلفه تماما يعني. بس احنا بنتكلم، فانت احنا كاير كونديشننج مهمتنا ان احنا نوصلك للدرجه دي او للكمفورت زون زي ما انت قلتوها، اللي هي ما بين 75 to 78 degree dry bulb، او انت بتتكلم على 24 25 dry bulb و 50% RH. طيب بمناسبة بقى ان احنا طبعا احنا اتكلمنا كده عن حاجة اسمها dry bulb ودرجة حرارة وهيميديتي والكلام ده كله، احنا فهمنا التكييف بيعمل ايه، بياخدك من اي منطقة حر برد مش عارف ايه، بيوصلنا لهنا. وطبعا in the future في الحلقة يعني في الكورسات اللي بعد كده هنفهم ازاي احنا هنوصل لهذه المرحلة، ازاي هنوصل ان احنا نوصل ل 50% و 75. هناخد التكنيك المختلفة والاسلوب المختلفة ان احنا نوصل. بس قبل ما نفهم، طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف احنا قلنا 50% RH، يعني ايه RH؟ يعني ايه relative humidity؟ يعني ايه رطوبة نسبية؟ يعني ايه dry bulb؟ يعني ايه wet bulb؟ يعني ايه dew point؟ لازم نفهم خصائص الهواء دي اصلا معناها ايه عشان نعرف نشتغل عليها. انا عارف ان انتوا كلكم درستوها في الجامعه، صح؟ مش مفروض ان انتوا درستوا سايكومتري في الجامعه؟ صح، مفروض يعني درستوها. اوكي، طب السؤال بقى، انتوا فاهمينها بمعنى ايه؟ يعني قول اتفضل. هو احنا فاهمين ان الار اتش بالنسبه بتكون نسبه الفيبر في الاير على ساتوريتد اير. طيب وكمل. والدراي بالب هي دي درجة الحرارة العادية اللي بقيسها بالسنمومتر أو أي جهاز بيقيس درجة حرارة. أيوة. ودرجة والويت بالب تمبريتشر دي اللي بقيسها، يعني لو جبت حتة قطن مبلولة وعديت عليها هواء وسحبت المية اللي في القطن دي التشنج في درجه الحراره، ده بيعتبر ان ده نسبه الهيوميديتي اللي موجوده في الاير. وليه بيحصل التشنج في درجه الحراره في الويت بول؟ عشان الاير هو التوتال بريشر بتاع الاير بيكون واحده اتمسفيرك، انما البارشال بريشر بيكون عباره عن مال ده ومال درجه الحراره. ليه درجه الحراره بتتغير في الويت بول؟ عشان بيبقى الهواء ان ساتوريشن، الهواء بيبخر. ممكن ايفابوريت اوف كولينج. بالراحه يا شباب، بالراحه يا شباب واحد واحد عشان اسمع ليه درجه. طب خلينا نبتدي وانا هوصل للسؤال. انا هشير ماي سكرين كده وهحط السايكومتري عشان نبقى ايه هي دي اللي احنا شغالين عليها. انتوا شايفين السايكومتري يا شباب؟ شايفينها؟ لو انتوا شايفينها حد يقول لي شايفينها. تمام. طبعا يا بالفرنايت. طيب السايكومتري دي كان اسمها، حد يعرف اسم السايكومتري قبل ما كان اسمها سايكومتري؟ حد عارف مين اللي عملها؟ طيب ويليام كارير مولير، صح؟ هو كان اسمه مولير دياجرام، right؟ كان اسمه مولير دياجرام، وهو he's a German scientist actually، فهو كان اسمه مولير دياجرام وكانت upside down يعني، فالأمريكان لما خدوها نزلناها right side down، فسميناها سايكومتري. السايكومتري دي عبارة عن chart بتحاول نجمع كل ال properties بتاعت الهواء. طب تعال نتكلم واحدة واحدة كده. درجة الحرارة هي درجة حرارة الهواء اللي انت بتحط الثرمومتر كده وبتاخده. طيب ايه الفرق ما بين حرارة الهواء ودرجة حرارة الهواء؟ حد يعرف يقول لي؟ هو هي كمية الحرارة الانصلبية الموجودة. الحرارة هي طاقة. انا مش سامع واحد واحد. ايش الانرجي ذات نفسها؟ الانرجي
الحراره دي الانرجي، اما درجه الحراره ده انديكيشن للانرجي. طيب هل كل ما الانرجي تعلى بالضروره درجه الحراره تعلى؟ في ليشن تو في برينسيبل. ايه يا شباب؟ لا مش فاهم. ليشن تو في برينسيبل، فعلى حسب التشنج في الليتنت او السنس. مش بالضروره ممكن الماس يعني بتاعت لا لا بتقول ايه؟ ممكن الماس بتاعت الاير هي اللي بتزيد درجه الحراره ثابته. لا انا بقول لك هل لو انا زودت الحراره في اي جسم بالضروره درجه حرارته هتزيد؟ لا ممكن يحصل فيز تشينج. لا فيز تشينج بالضبط. ماشي خليني اسالك سؤال. انا عندي جسم الف او جسم A وجسم B. I know ان جسم A have 2000 BTU وI know ان جسم B has 1000 BTU. Which have a higher temperature, جسم A ولا جسم B؟ 2000. انتوا رايكم ايه يا شباب؟ انا عندي جسم A وجسم B. ما نقدرش نحكم اعتقد. هي ديبند على الفوليوم بتاع الحاجه اللي... صح ديبند على الفوليوم والماس بتاع الجسم صح كده؟ ايوه اوكي. هو انا هحاول اشرحلكم بالبلدي شويه مع انه بتوع الناس بتوع الفيزيكس هيضربوني. الحراره ممكن تقدر تقول عليها هي كثافه درجه الحراره، هي كثافه الحراره. يعني هي مش الهيت دنسيتي، هي حاجه ثانيه، بس انا بقول لها لك بالبلد. بمعنى ايه؟ ان هاو ماني بي تي يو بير باوند او هاو ماني بي تي يو بير باوند بير يونت فوليوم. بمعنى ايه؟ انت لو عندك غيبه اوكي انت غيبه كده ثلاث مرات. يعني مره انت ممكن اللي بيتكلم اخوانا يعمل يعني نفسك عشان تيجي يا شباب لو سمحتوا اللي بيتكلم ميوت هيم سيلف. المره الجايه بحاول ما تغبيش بقى عشان تستفيد من التمرين. عمر ما اعرفش فين. طيب نرجع تاني اللي احنا بنقول. لو انت عندك الاوشن مثلا او البحر، هل البحر فيه حراره اكتر ولا جسمك انت كانسان؟ مين يقول ايه؟ البحر طبعا. البحر. ومين درجه حرارته اعلى، انت ولا جسمك ولا البحر؟ الانسان. انا الانسان. طيب كويس. رغم كده ان البحر فيه حراره اكتر بس درجه حرارته اعلى عشان الماس بتاعته. انت تقدر تقول لو عايز تفهمها هي يعني بالبلد، هي طبعا the first degree of freedom of motion دي تعريف درجه الحراره الاكاديمي، بس هي تقريبا كده يعني. او انت عايز تفهمها هي كثافه الحراره في الجسم، انا قد ايه عندي حراره بير بي تي. والبحر فيه millions of millions of millions of millions كيلوغرام. لو كل كيلوغرام ده هاف بي تي واحد بس هيبقى لو توتال هتتجمع اكتر. انت اخرك كام مثلا؟ 100 120. ده لو يعني اخرك يعني مثلا 140. فلو انت عندك حتى 100,000 بي تي يو بير كيلوغرام، فانت حرارتك اعلى بير كيلوغرام، لكن انت توتال الحراره اقل. فخلي بالكم بس عشان الحته دي مهمه، ان الفرق ما بين الحراره ودرجه الحراره دي مهمه قوي. درجه الحراره هي انديكيشن للحراره بير فوليوم، مش في الابسولوت كده. بير فوليوم او بير ماس وات ايفر يو ونا يوز ات، بس بير فوليوم مش في الابسولوت، مش انديكيشن في الحراره ابسولوت. طب القانون الصفري للثيرموداينامكس بيقول ايه؟ حد فاكره؟ The zero's law of thermodynamics. ان هو الهيت بتموف من from the higher temperature body to the lower temperature body. بالظبط عليك. الهيت بتموف from the higher temperature body to the lower temperature body regardless of their absolute. إذن حرارة. Regardless of their. اتفضل قول ايه؟ بقول لازم يحصل اتزان حراري عشان الاول يعني القانون بيقول لازم يحصل. ايوه بس هو regardless to the absolute heat. بمعنى ايه؟ يعني انا لو انت حضرتك نطيت في البحر، تفتكر الحراره هتطلع من جسمك للميه ولا من الميه لجسمك؟ جسم للميه. من الجسم للميه. رغم ان البحر فيه كميه حراره اعلى بكتير منك انت شخصيا صح؟ بس برضه الحراره هتمشي منك انت للبحر. فهو ده الموفمنت او الفلو بتاع الهيت ملوش دعوه
مين عنده هيت اكبر من الثاني، هو اتزان درجات الحراره وليس اتزان حراري. يعني ايه ثيرمال ايكوليبريم احنا بنقول عليه، بس هو درجات الحراره هي اللي لازم تتزن. مش شرط ان يكون ان الجسم الف في حراره اقل من الجسم ب عشان الحراره تمشي من جسم ب لجسم الف، هو الشرط بس ان جسم الف يكون فيه درجه حراره اقل من جسم ب. النقطه دي مفهومه صح؟ النقطه دي مفهومه يا شباب؟ اعتقد ايوه يا باشمهندس. اوكي طب نخش على النقطه اللي وراها. النقطه اللي وراها هي الرطوبه. الرطوبه بتعرفها البسيط جدا، هي كميه الرطوبه اللي في الهواء صح كده، كميه الميه اللي في الهواء ماشي. طيب تخيل انت نفسك مولير كده من 1400 من حوالي 150 سنه، كل الادوات اللي عندك هي ترمومتر، كل الادوات اللي عندك هي ترمومتر، وحضرتك عايز تعرف كميه الرطوبه اللي في في الاير ده قد ايه، تفتكر هتعمل ايه؟ ممكن اقيس مره من اكني بقيس الدراي بالب، وبعد كده احط زي حاجه زي ميه واشوف تاثير درجه الحراره الفرق في التمبريتشر ده، هو هيبقى في تاثير الرطوبه يعني. بس يعني خلينا ندق شويه فيها، خلينا نحاول نفهمها شويه ماشي. لو انت حطيت شويه ميه كده على ترابيزه، سطح ترابيزه كده، ورحت بعد كده حضرتك رحت الجامعه، رحت الكليه، رحت اشتغلت ورجعت، هتلاقي الميه دي اتبخرت صح؟ تمام. اي ميه بتتبخر محتاجه ايه؟ اي فلويد في الدنيا بيحول من وان ستيت تو انذر محتاج ايه؟ محتاج هيت صح؟ يو رايت، محتاج هيت. الهيت دي هتيجي منين؟ الهواء. تفتكروا هتيجي منين يا شباب؟ من الهواء. لا مش هتيجي من الهواء، حد تاني؟ الترابيزه نفسها، من سطح الترابيزه، من السطح الملامس للميه دي. من السطح الملامس للميه دي صح؟ لما وده بيحصل مثلا، هقول لك انا، مش انت كده ساعات لما تخش تاخد شاور او دش وتطلع تقف في البلكونه تحس ان انت بقى في بروده كده، لما تحس ان انت حران ايه اللي بيحصل؟ انت بتبل جسمك وجسمك بيبقى فيه ميه، لما بتقف قدام مروحه او تقف قدام حاجه فيها هواء، الهواء ده بيمشي بيبخر الميه، فالميه دي بتسحب حراره فتسحبها منك انت شخصيا، فانت تبقى فكره الايفابوريتيف كولينج. بيبرد يا دكتور. ايه؟ الايفابوريتيف كولينج. معلش ما واحد واحد يا شباب. فكره الايفابوريتيف كولينج صح؟ ايه؟ بتقول ايه بقى؟ جسمي بيبرد والهواء بيبرد برضه. الهواء بيبرد بعد كده، هو الحراره جايه من جسمك انت مش من الهواء. يعني الهواء اكشلي تكنيكلي الهواء مفروض انه ما بردش. يعني الابسولوت فاليو بتاعت الهواء اللي معدي عليك الانثالبي كونستنت، اتس ان ادياباتيك بروسس وهنشرحها بعدين دي. يعني الهواء اللي عدى عليك دخل وخرج نفس درجه الانثالبي، ممكن تكون درجه حرارته اتغيرت بس هو الانثالبي بتاع واحد. ايه؟ انا قصدي ان درجه الحراره هي اللي اتغيرت. بس يعني مش دي مهمتي، انا مهمتي ان الميه دي اخذت الحراره من جسمك انت صح؟ او من السطح الملامسه له. طب خلونا بس انا بحاول اركز على النقطه دي قوي. ليه؟ لان الحاجات دي مهمه قوي ان انت فاهم الفاندمنتال بتاعه التكييف. في شباب كتير انا قابلتهم للاسف مش فاهمين الحتت الصغيره دي. طيب الرطوبه او الميه سحبت الحراره من السطح الملامس له اللي هو زي الترابيزه او زي جسمك او ريفر. عشان كده العرق او العرق اللي احنا بنعرقه ده ميكانيزم، الميكانيزم دوت هو التكييف الطبيعي بتاعك انت كجسمك بيفرز عرق عشان يطرد حراره. طيب انت محتاج حراره عشان تحول الميه دي لبخار صح؟ نعم. الحرارة دي اسمها ايه بالنسبة للمية؟ latent heat. latent heat صح؟ لأن الحرارة دي حولت المية لبخار، يعني هي ما غيرتش درجة حرارة المية، هي حولت المية لبخار صح؟ فهي latent heat، الحرارة الكامنة في المية. والحرارة دي طلعت من الترابيزة صح؟
طب الترابيزه الحراره اللي طلعت منها ليتنت ولا سنسبل؟ سنسبل. يعني نفس الحراره اللي راحت للميه ليتنت هي الحراره اللي سنسبل للترابيزه صح؟ صح. وكده دي في نقطه مهمه قوي، مفيش حاجه اسمها حراره سنسبل وليتنت، هو استخدامها ايه هو اللي بيحدد انها سنسبل ولا ليتنت. فاهمين النقطه دي؟ تمام يا باشمهندس. النقطه دي مهمه قوي، مفيش حراره كده متسميه انا حراره ليتن ما بعملش الا كده وانا حراره سنسبل، لا هو انا مستخدم الحراره دي في ايه بيحدد اذا كانت هي سنسبل ولا بيحدد انها ليتن. فالحراره نفس الحراره اللي رايحه للميه بالنسبه للميه هي ليتن، ونفس الحراره بالنسبه للترابيزه هي سنسبل. فهمت الحته دي؟ تمام. طيب لو انت ونفس الحكايه لو انت جبت مكعب ثلج وحطيته على ايديك كده التلج هيسيح صح؟ تمام. التلج لما يسيح ده محتاج ليتنت هيت عشان يتحول من سوليد لليكويد، والليتنت هيت دي هتطلع من ايديك. طب ايدي هي ايديك ساحت اتبخرت؟ لا. يبقى ايديك الحراره بالنسبه لايديك نفسها هتطلع سنسبل، بس الحراره اللي رايحه لقطه التلج هتعتبر ليتنت. فمولرد قال لك ايه؟ قال لك طب انا عندي فكره جميله قوي، انا ما عنديش وسيله ان انا اقدر اقيس كميه الرطوبه اللي في الهواء، حلو قوي، بس انا عارف بالمنطق كده وباللوجيك، يعني اتس بيسموها اندكتيف لوجيك مش ديدكتيف، يعني اندكتيف لوجيك، ان لازم الميه دي او لازم الهواء ده يحصل له حاجه اسمها ساتوريشن، يعني من الاخر كده هيقول لك خلاص مش عايز تاني، مشبع بنسميه صح، ساتوريشن. طب هو قبل الساتيريشن هو محتاج بخار مية، على حسب انت ساتيريتد قد ايه البخار المية ده هيطلع، حلو قوي. طيب لو انا جبت ترمومتر تاني، ترمومتر التاني دوت رحت حاطط عليه قطنة مبلولة زي ما انت قلت ووصفته، ورحت عمل له سلينجين كده عشان كنا زمان كده بنقول عليه سلينجامتر، ورحنا عمل له سلينجين، المية اللي في القطنة دي هتتبخر صح؟ طب هتتبخر على اساس ايه؟ على اساس الهواء ساتوريتد ولا لا؟ لو هو ساتوريتد تفتكر الميه اللي هتتبخر من القطنه مش هيشيل الميه بالظبط، لكن لو هو دراي مش هتتبخر، ولو هو دراي هيشيل الهواء هيشيل. لما الميه تتبخر الميه محتاجه حراره، محتاجه حراره ايه؟ ليتن صح؟ ليه؟ هتاخدها منين؟ من الاير. لا الترمومتر نفسه هتاخد سنسبل من السيرم، وهتاخد سنسبل من الترمومتر نفسه، عشان كده درجة حرارة الترمومتر بتنزل. مظبوط. فهمتوا؟ انتوا فهمتوا الحتة دي جت ازاي؟ عشان كده درجة حرارة الترمومتر بتنزل، يبقى نفس الحرارة اللي في المية اللي حد في القطنة اتخذت بخرت المية اللي في القطنة، حلو قوي، ده هي أخدت سنسبل من الترمومتر، عشان كده الترمومتر نزل عن الدراي بول. طيب كمية نزوله ديت بتتحدد بكمية الحرارة اللي اتسحبت منه صح؟ وكمية الحرارة اللي اتسحبت منه بتتحدد على كمية المياه اللي اتبخرت صح؟ المياه اللي اتبخرت وكمية المياه اللي اتبخرت بتحدد على حسب الساتوريشن في الاير صح؟ شفت اللفة بقى اللي عملها مولير؟ عبقري صح؟ دماغ جانب. هو عايز يلاقي طريقة انا اعرف ازاي كميه الرطوبه في الميه في الهواء. طب انا ما عنديش غير الترمومتر اعمل ايه؟ طب انا هروح لافف لفه كده واخترع مفهوم جديد اسمه الويت بالب، اللي هو حرفيا ملوش معنى بالظبط، اللي هو حرفيا ملوش معنى. انا هخترع الويت بالب ده ليه؟ عشان اعرف قد ايه درجه الحراره نزلت في الترمومتر، وده هيديني انديكيشن قد ايه ميه اتبخرت، وميه اتبخرت هتديني قد ايه بالنسبه للساتوريشن. شفتوا اللفة؟ فهمتوا كده الويت بالب؟ يعني أنا أتمنى إن أنا أكون أضفت معلومة جديدة النهاردة عن الويت بالب. لو ما طلعتش بأي حاجة غير النهاردة إن أنت فهمت يعني إيه ويت بالب النهاردة، معناها الفيزيائي يعني وأنت قاعد كده مع صاحبك على القهوة إن أنت فاهم يعني إيه ويت بالب، مش مجرد بتحل بيها معادلات. أنا لو أنت فهمت كده النهاردة يبقى أنا كده عملت شغل كويس. أنا عايزكم بس تفكروا فيها ثانية، إزاي بتحصل؟ هو الراجل عايز يعرف كميه الرطوبه اللي في الميه اللي في الهواء او ساتوريتد قد ايه، وما عندوش وسيله غير ترمومتر، هيعمل هيروح لافف لفه كده يحول الليتنت لسنسبل عشان يعرف يقيسها بالترمومتر بس. طب سؤال بقى، هل ممكن الويت بالب ديت
تعلى عن الدراي بالك؟ لا لا مستحيل مستحيل والله مستحيل يعني... هي اخرها ان الهواء ساتوريتد دي بوينت. لا انا ما اتكلمتش على الدو بوينت يعني عند نقطة الديو بوينت هي دي اخرها بيكون الاثنين بيساوي بعض. انا ما اتكلم انا ما جبتش سيره الديو بوينت اخرها دراي بال بس اخرها اخر الويت بال انها تبقى ايكوال دراي بال. لسه احنا ما اتكلمناش على الديو بوينت اخر اخر الويت بال انها تبقى ايكوال ويت بال. ليه؟ لان ما فيش حراره هتتسحب صح؟ تمام. لكن لو ما يعني انا لما بزود انا ما بزودش حراره في البروسيس بس اخرها انها تبقى زي دراي بال ان مفيش ميه تتبخر مفيش حراره تتسحب. يبقى الدراي بالب والويت بالب شبه حاجه واحده صح كده؟ طيب احنا فهمنا اول مفهوم هو درجه الحراره وفهمنا يعني ايه درجه حراره في الجسم. مش ضروري انها انديكيشن لكميه الحراره, دي انديكيشن لكثافه الحراره بير فوليوم او هي ذا فيرست ديجري فريدم لو انت عايز تعرفها اكاديميا. وفهمنا يعني ايه ويت بالب, هي ميثود عمك مولير ده اخترعها عشان يعرف بيها الهواء ساتوريتد ولا لا او قد ايه. The more depression بنسميه الويت بالب depression. الديفرنس ما بين الويت بالب والدراي بالب كبير يبقى الهواء دراي. The more less depression يعني لو هم ايكوال بعض يبقى الهواء ساتوريتد. وهو عن طريق ده عرف كمية الرطوبة اللي في الهواء. طيب تعال نعرف تعريف كلمة رطوبة. يعني ايه رطوبة؟ هي كمية المية اللي في الهواء بس كده. كيلو جرام بر كيلو جرام بيت جرام بر باوند. جرام دي وحدة وزن والباوند وحدة وزن. كيلو جرام بر كيلو جرام باوند بر باوند. قد كده مية على قد كده هواء. الموضوع سهل قوي. الرطوبة دي سهلة قوي. طيب يعني ايه بقى رطوبة نسبية؟ حد عارفها؟ بخار المية اللي موجودة في الهواء في الوقت الحالي بالنسبة لأقصى بخار مية كمية بخار مية لما يبقى ساتوريتد اير. الله ينور عليك. هي كمية الهواء كمية المية اللي موجودة حاليا مقسومة على كمية المية اللي الهواء يقدر يشيلها. الله ينور عليك. انتوا لما بتخشوا صاله كبيره كده او قهوه مش بتلاقوا في علامه كده مكتوب عليها ماكسيمم اوكيبانسي؟ حد لاحظها دي قبل كده؟ يعني العدد الاقصى من الناس جوه. حد لاحظها دي يا شباب؟ مش هنا ما عارفينها دي صح؟ عارفين العلامه دي اسمها ماكسيمم اوكيبانسي. طيب مش موجوده هنا دي مش عندنا في مصر. لا اكيد هتلاقيها في 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 الفصل في ال في محاضرة في ستاربكس في أي نادي ماكسيمم اوكيبانسي. يقول لك المكان ده ما يقدرش يشيل أكتر من كده أكيد. يعني من تحسبات الأحمال في الأماكن لازم يبقى ليها ماكسيمم. ما ينفعش البلد كلها تخش في أوضة تقع يعني فكر فيها. ماشي. ففي حاجة اسمها ماكسيمم اوكيبانسي. بافتراض بافتراض إن إحنا كده كلنا قاعدين. إحنا كم واحد هنا دلوقتي؟ 88. طيب بافتراض إن إحنا قاعدين في صالة كده كلنا على بعض والصالة دي ماكسيمم اوكيبانسي بتاعتها 88 واحد. ام سوري الماكسيمم اوكيبانسي بتاعها 100 واحد صح كده؟ واحنا كام؟ 88. الريلاتيف اوكيبانسي بتاعتنا او الاشغال النسبي بتاعنا يعني ايه؟ احنا واخدين 88% من كمية الاشغال. ما ينفعش نبقى اكتر من كده. ما ينفعش نبقى اكتر من كده. فاهمين يا شباب؟ ده الريلاتيف اوكيبانس. طب ده معناه ايه؟ افهمها لكم. افرضوا كده ثلاثة أربعة منكم كده عنفوان كده ومية مية وروحوا قال لك احنا بقى زهق وروحوا مطلعين وروحوا مكسرين الحيطة بتاعة الأوضة دي. راح تدخل على الأوضة اللي جنبها. طب الأوضة اللي جنبها بتشيل برضو مية. احنا 88 اتغيرنا؟ ما اتغيرناش. احنا لسه 88 صح؟ بس الماكسيمم اوكيبانسي بقى كام؟ 200. بقى كام؟ 200. طب ال الاجمالي 44% كام؟ 44% 44%. يعني انت ملاحظ حاجه؟ احنا غيرنا الاشغال النسبي من غير ما نغير الاكشوال اشغال. الاشغال لسه 88. فاهمني؟ واصله تمام. طيب ماشي. معنى كده ايه؟ ان انا لو خليت الماكسيمم اوكيبانسي او الماكسيمم هيوميديتي بتاعت الهواء انه يقدر يشيل اكتر من غير ما اغير الرطوبه نفسها. يعني لو الهواء مثلا فيه ايه 1 كيلو جرام بير 100 كيلو جرام اوف واتر خلاص هو كده موجود.
وانا غيرت الفوليوم بتاع الهواء، ما غيرتش الوزن، غيرت الفوليوم بتاع الهواء وخليته يشيل اكتر، هل الرطوبه اتغيرت؟ الرطوبه اتغيرت؟ لا ريليتيف اتغيرت. الرطوبه النسبيه اتغيرت؟ اه صح. يبقى ما تربطش الرطوبه بالرطوبه النسبيه، حاول تفصلهم عن بعض. ها مش معنى ان الرطوبه النسبيه عاليه معناها ان الرطوبه عاليه او العكس، ما لهمش علاقه ببعض. دي برضو من احد المهندسين بيغلطوا فيها كتير. الرطوبه هي الابسولوت فاليو بتاع كميه الميه اللي موجوده في الهواء، الرطوبه النسبيه هي الميه مقسومه على الهواء. طب وانا ازاي اكبر الهواء؟ عنده حد عنده فكره؟ طريقه تسخين. اسخنه صح، برافو عليك، اسخنه ان انت بتمدد الهواء صح. اه لما تمدد الهواء الرطوبه النسبيه ايه اللي هيحصل فيها؟ هتنزل. طب الرطوبه زي ما هي؟ زي ما هي، برافو عليك. طب انا هديك مثال، انتوا حد بيشغل حد يعني في الشتاء حد بيشغل الهيتر في العربيه ولا ما بتشغلوش هيتر في مصر يا اخوانا؟ اكيد يعني يوم برد مثلا بتشغل هيتر صح ولا ما بتشغلوش؟ العربيه لا شغل، مفيش هيتر عربيه، مفيش عربيه. في لو ماشي، في حد لاحظ قد ايه بيشغل الهيتر في العربيه؟ يعني هو بالظبط 3 4 5 دقايق وراح قافله، حد عارف ليه؟ هي بتشبر كده الازاز بيشبر. ازاي هتشبر؟ ازاي دي هتبخر كل حاجه؟ عشان السي او 2 ممكن بتاعتنا اللي بتطلع. لا عشان الريليتيف هيوميديتي بتقل. لما الريليتيف هيوميديتي بتقل قوي في مكان، ايه اللي بيحصل في الميه في جلدك حضرتك؟ هتتبخر، لان انت كل اللي عمله، فلما انت تتبخر انت هتحس ب uncomfortable situation، هتحس ب uncomfortable situation. عشان كده في الشتاء واحنا بنشغل مثلا التكييف على السخنه وعندنا هيتر او دفايه ومش عارف ايه، ايه اكتر حاجه تلاقوها حصلت في الشفايف وكده ويستخدموها؟ اللي هو الليبستيك صح، اللي هو بتاع الشفايف ده، سواء بنات او ولاد بتلاقي الشفايف بتقطع عشان ان الرطوبه النسبيه بتقل، مش عشان الرطوبة بتقل، عشان الرطوبة النسبية اللي بتقل، عشان احنا سخنا الهواء somehow، فلما سخنت الهواء somehow الرطوبة النسبية قلت، فمعدل التبخير، فاكر انت معدل التبخير اللي قلنا بتاع مولر؟ معدل التبخير من جسمك زاد، فانت حسيت بuncomfortable situation رحت قافله. فهمت؟ الحتة دي مهمة قوي، فرق ما بين الرطوبة النسبية والرطوبة. طيب بدل ثلاثة مننا كده قاموا راحوا مهدين الصلاة، راح ثلاثة مننا تانيين قال لك لا لا عيب يا جدعان، احنا مش هنهد الصلاة، احنا هنبنيها تاني، بس بنوها ضيقة شوية، خلوا الماكسيمم اوكيبنسي 88، او احنا بقينا 84، خلوا الماكسيمم اوكيبنسي 84. تفتكر الرطوبة الاشغال النسبي بتاعنا بقى كام دلوقتي؟ 100%. 100% صح. طب ازاي تخلي الهواء اصغر؟ كولينج بقى برد. بالظبط، هي طيب اعمل كولينج بالظبط. طب لو انت بردت الهواء، لو انت بردت الهواء خليت الماكسيمم اوكيبانسي بتاعته او بردت او صغرت الاوضه اللي احنا قاعدين فيها، خليتها الاشغال النسبي فيها يبقى 50 بس، في 34 مننا هيعملوا ايه؟ هيتكسفوا. هيطلعوا صح؟ اه هيطلعوا. بنسمي ده ايه بقى في الهواء؟ دي ديوميديفيكيشن. كوندنسيشن. انت طردت الهواء اللي فيها. طيب ال 84 الماكسيمم اوكيبانسي، ال 84 هي الدو بوينت. بمعنى ايه؟ خليني بقى انا اقولها لك بقى اشرحها لك. ان هي درجه الحراره اللي انت الهواء اللي كميه الرطوبه اللي موجوده فيه دلوقتي تبقى 100%. هي درجة الحرارة اللي كمية الرطوبة اللي موجودة في الهواء دلوقتي تبقى 100% relative humidity whatever بقى. يعني مثلا لو كمية الرطوبة اللي فيه مثلا 10 على 100 ماشي، بس احنا الهواء سخن. طب الهواء سخن الدو بوينت بتاعته ايه؟ هي درجة الحرارة اللي انا برد ليها، افضل اصغر الهواء يعني اعمل له انكماش يعني ابرده، افضل اوصل ليها اللي خلي ال 10 دول يبقوا 100%.
ليه بقى؟ لان هي مسمينها دو ليه؟ لان اي درجه تبريد بعديها على طول لازم في ميه بتخرج من الهواء، ما ينفعش هيقعدوا فين، لازم تخرج من الهواء. انت فهمت فكره، فهمت يعني ايه دو بوينت دلوقتي؟ هو اللي عندها يحصل كوندنسيشن للهواء نتيجه انه وصل للتشبع. هو مش هو الكامل. هو اللي بعدها يحصل كوندنسيشن للهواء، هو عندها بالظبط مش هيحصل. هو اللي عندها بعدها يحصل تشبع كامل. ايه؟ بعدها عندها يحصل تشبع كامل للهواء. بعدها بالظبط كده بالرطوبه اللي عندي دلوقتي. وريفر الرطوبه انا عندي دلوقتي عامله ازاي؟ عند النقطه دي بيحصل تشبع. طيب انت سمعت كده في نشره الاخبار الجويه المذيع طلع قال لك بكره اسكندريه، احنا النهارده اسكندريه درجه الحراره 8 والدو بوينت بتاعنا مثلا 6 وبكره اسكندريه احنا نتوقع لها انها تبقى 5. بكره هيبقى فيه ايه؟ شبوره. برافو عليك. فاض لان كده ده انت هتنزل عن الويت بول عن الدو بوينت. طب الميه اللي موجوده في الهواء دي لازم تخرج، هتعمل ايه؟ لازم تخرج. طب احنا عرفنا كام خاصيه من خواص الهواء سوفار بقى يا شباب؟ عارف انا يعني انا اسف ان انا واخدكم الابتدائي، بس انا حاسس ان الحاجات دي مهمه قوي فاندمنتال ان احنا نبني عليها، ان احنا نفهم المعنى الفيزيائي للكلام مش لمجرد الورق اللي هنعرف نحل بيه امتحانات. انت مش في الكورس ده عشان تحل امتحان، انت في الكورس ده عشان تفهم، ولازم تفهم، لازم تفهم المعنى الفيزيائي للكلام، للمعنى. لما انا اكلمك واقول لك ويت بالب دو بوينت دراي بالب، وانت يبقى من في ورا مخك كده انت فاهم ده معناها ايه، مش مجرد كلام بيتقال قدامك. فانا اسف الشباب اللي لو حد متضايق ان انا باخده فيري فيري باك فاندمنتال يعني، فانا اسف يعني، بس انا عايز اثبت المفاهيم دي اصلا عشان نكمل بيها بعدين، عشان لما اقول طب انزل على الدو بوينت ومش عارف ايه وبعد كده يبقى كل الناس فاهمه احنا بنقول ايه. ماشي؟ تمام. حد عنده تعليق صفار؟ اي حد عايز سؤال صفار؟ لا تمام يا شان. مفيش حد متضايق ان انا واخدكم الحضانه؟ طيب ماشي. طيب يبقى احنا اول احنا اتعلمنا يعني ايه دراي بولد، اتعلمنا يعني ايه ويت بولد، اتعلمنا يعني ايه دو بوينت، اتعلمنا يعني ايه ريليتيف هيوميديتي، وتعلمنا يعني ايه هيوميديتي، وعرفنا الفرق ما بينهم، صح؟ تمام. دول الخمسه بروبرتي بتوع ال الهواء اللي احنا هنتعامل في بقى البيبر بريشر ماشي بقى. انا فاهم الكلام ده كله، بس عمليا يعني هم دول الخمسه اللي انت ريلي 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 نيد تو نو. حاليا على فكره حاليا احنا مش محتاجين الويت بولب، يعني احنا لو مولير كان في الوقت الحالي احنا عندنا وسائل ان احنا نقدر نقيس الهيوميديتي دايركتلي، وعندنا وسائل ان انت بتقيس الريليتيف هيوميديتي دايركتلي، بس خلاص الويت بولب اتحطت من زمان ودخلت في المعادلات وخلاص مش عارفين يعني there is no reason ان احنا نجيت ريد اوف ات يعني، ما بس احنا مؤمن نقدر نستغنى عنها والاندستري كلها تتعامل من غيرها، لكن الفكره انها خلاص بقت قديمه قوي ودخلت في المعادلات ومش هنقدر يعني خلاص اتس اوكي. زي كده فكره الاشعه تحت الحمراء وفوق البنفسجيه، حد عارف ليه هي كده رغم ان الويف لينث بتاع الاحمر هو اعلى من البنفسجي؟ ليه بنقول تحت الحمراء وفوق البنفسجيه؟ حد عارف ليه رغم ان الويف لينث بتاع الاشعه الحمراء اعلى من البنفسجيه؟ حد عارف ليه؟ عشان هما بيعملوا التجربه البريزم كان مقلوب، كان ابسايد داون. بس والله بس والله إيه؟ عشان هما بيعملوا البريزم كان ابسايد داون بس، وبقت تحت الحمراء وفوق البنفسجيه، لكن بحق ربنا الحمراء الويف لينث بتاعها اعلى من البنفسجي، يعني هي المفروض نقول فوق الحمراء وتحت البنفسجيه بس، وهما بيعملوا التجربه خلاص البريزم اتقل. وعلى فكره في حاجات في العلم كتيره كده قوي يعني اتاخدت كده احنا دخلنا بيها كده وكملنا بيها زي الويت بالب بالظبط. الويت بالب فعلا ملهاش لازمه دلوقتي، احنا ممكن نحل كل المعادلات من غيرها وممكن نطلعها كلها من المعادلات، وهي اصعب حاجه تتحل على فكره الويت بالب لو انت بتحلها بورقه وقلم يعني. فبس
ماشي. دي بالنسبه للمولير بقى. مولير ده حط كل البروبرتي دي شارت جميله كده وسماها مولير تشارت. مولير تشارت ده قال لك والله لو انت عارف اي اتنين بروبرتي من الهواء هتقدر تعرف الباقي. يعني لو انت عندك درجه حراره ودرجه رطوبه هتعرف الرطوبه النسبيه والويت بولب والدراي بولب والدو بوينت والانثالبي. لو عندك الانثالبي وده هتقدر تعرف ده وسماها المولير تشارت. معرفش انتوا درستوا مولير تشارت ولا لا او سمعتوا الاسم ده قبل كده ولا لا. حد سمع الاسم ده قبل كده؟ قدر اسمع بس ما اخدناش اسم العلم. اخدناها ان هي من كارير، هي من شركه كارير وبنشتغل عليها عنها في الكليه انت. عندنا. لا انت اشتغلت على السايكومتريك تشارت. السايكومتريك تشارت. ما اشتغلتش على المولير تشارت؟ لا. في حد من الشباب اللي شغال معايا هنا؟ ما كنت شايف بسام من شويه. في حد من الشباب اللي شغال معايا هنا؟ ايه هندسه معاك بس ممكن انا حساب شير. ممكن تشير مولير تشارت شكلها لو تخش على جوجل وتكتب جاست مولير تشارت. انا عايزهم بس يشوفوها. اوكي ده في الباور ستيشن. لا هي المولير تشارت اصلا بتاعت الهواء بتاع يعني مولير تشارت هي اصل الهواء. ولو انت في المانيا ولا ايه؟ ولو انت في المانيا حضرتك ورحت قلت لهم سايكومتريك تشارت هيبصوا لك من فوق لتحت كده وهيحسوا ان انت بتهنهم. يعني هم لغايه النهارده شغالين بالمولير تشارت. احنا الامريكان بقى ما عجبهمش واخدوها وقلبوها ابسايد داون وقال لك اسمها سايكومتريك بس حرفيا بس على فكره. وكانت كلها الاسباب سياسيه يعني بس ما لهاش اي علاقه بالعلم. يعني انا حسيت لقيتها بس هم ممكن انت تشير. ثانيه واحده. يس حضرتك شيرت الشير يا باشمهندس؟ لا انا ممكن انا مش لا انت ممكن تشير. اوكي دي ممكن ما تكونش واضحه شويه. ممكن ناخد حاجه زي كده. لا يا لسه انت مش مبين حاجة. طب حد عنده السكرين عند بتاعتي واصله له؟ طيب يا شباب يا ولا مش وصل لك لسه باشمهندس محمد؟ انا مش واصله. دي المورير تشارت بتشبهكم بالسايكومتري شويه صح؟ بس هي ابسايد داون. مويست اير ذا مولير دايجرام. هو ده اصل المولير دايجرام. هو الراجل لما اخترع ال ده الواتر ستيم بس انزل على المويست اير ده الراجل اخترعها كده. وبعد كده احنا الامريكان اخدوها وراح قلبوها ابسايد داون وقال لك اسمها سايكومتريك. يا اخوانا لا هي كده هي بس. لو لغايه النهارده لو انت في المانيا وما بيشتغلوش الا بالمولير دايجرام ما بيشتغلوش بالسايكومتريك بيشتغلوا بالمولير دايجرام بس. ده يعني دي معلومه تاريخيه مش اكتر. انك يا بسام الله ينور باشمهندس. حافل الشيله انتوا كده شايفين ال شايفين ال الشر. لا انا ما اعرفش اذا كنت شايفينه ولا سامع. طب انتوا كده شايفين الشارت يا شباب؟ شايفين الشارت عندي؟ واضح. ماشي انا هحاول انا هاخد منها كده سكرين شوت وبعدين احاول عشان احطها على التيم واشرحها.
شير سكرين ازاي؟ شير سكرين كده، شايفين ما سكرين يا شباب؟ كده شايفينها؟ تمام يا مستر، تمام. طيب ماشي، احنا قلنا ان احنا التكييف ان احنا عايزين نوصل للكمفورت زون او الكمفورت بوينت. تعالى ناخدها زون. ايه هي الكمفورت زون؟ هي طبعا احنا عشان كلنا انديفيدوال وكلنا مختلفين عن بعض، في اختلاف بيولوجي ما بيننا كلنا وفسيولوجي ما بيننا كلنا، فاحنا يعني في حاجه عامه اسمها زون، بس هو في اختلاف ما بين كل واحد والتاني ازاي بيحس بالحراره. ممكن واحد بيحس اعلى بيها شويه اقل بيها شويه، يعني في فسيولوجي ديفرنت. فهو عرفوها كومفورت زون، قال لك اللي هي ما بين 70 فهرنهايت و 78. انا هحاول اخليها بالاحمر عشان تبان كده. اللي هي ما بين 70 فهرنهايت و 78 فهرنهايت، اللي هي دي. او ممكن يعني في شرط تاني اقول لك هي من 72 ل 78 يعني. طيب والريليتيف هيوميديتي اللي هي ما بين 60 و 40، دي ال 50 دي ال 60 اهي وال 40 دي، بنسميها الكومفورت زون او الحته بتاعتنا اللي هي ايه الزون. لو انت عايز تقول بقى الكومفورت بوينت اللي هي 75 و 50% دي اللي هي البوينت بالظبط اللي هي الكمفورت. كلنا تقريبا عايزين نوصل لهذه النقطة أو لهذه الزون أو لهذه المنطقة. شعورك بالبرد أو شعورك بالنقطة دي بيختلف من حتة لحتة. الرجال عموما الميل الكمفورت زون بتاعهم هنا، بيحبوا درجة الحرارة قليلة ورطوبة قليلة. الفيميلز معظمهم بيحسوا هنا، بيحسوا اعلى شويه ورطوبه اعلى شويه. حد عارف ليه؟ يعني هما الستات في الكورنر اللي فوق كده والرجاله في الكورنر اللي تحت، حد عارف ليه يا شباب؟ عشان الميتابوليك ريت بتاع الرجاله والستات مختلف. الميتابوليك ريت بتاع الرجاله اعلى والقلب بتاعهم اكبر شويه، فالفاستر بتاع البلاد. انت عارف ان الهيت بتترانسفر عندك في الريسيركليشن سيستم لما البلاد يمشي، فانت الهيت عندك بتمشي اسرع منهم، فالستات بيشعروا ببروده اسرع منك. فعشان كده مثلا في الشتاء تلاقي معظم الستات تشتكي تقول يعني انا اطرافي رجليا سقعانه وايديا سقعانه. اشمعنى؟ عشان ده اخر حته بيوصل لها الدم، فبالتالي الحراره بتوصل لها متاخر. فلما الست والراجل بيتخانقوا يقول انا حرانه وانا سقعانه، على فكره مفيش حد بيغلس على حد، هم فعلا دي فيل ذات واي. معرفش انتوا يعني حد ومصنعين العربيات مثلا عرفوا الموضوع ده من زمان، ودلوقتي كل العربيات الجديده هتلاقي فيها ليفت كنترول ورايت كنترول، من الاثنين ما بيبقوش شبه بعض، لان هم عارفين ان في فعلا مشكله ما بين شعورنا احنا كرجاله بالحراره وشعور الستات بالحراره. هم مش معنى كده ان كل الرجاله كده وكل الستات كده، لا، هتلاقي انوملي، هتلاقي العكس. بس يعني انا بقول ان جنرال، او لو بنحاول جنراليزيشن، هم الستات بيشعروا ببروده اسرع من الرجاله عشان الفيزيكال بادي بتاعهم اصغر عموما، فالقلب اصغر، فسرعه الدم بتبقى ابطا، فنقل الحراره بيقل، والميتابوليك ريت طبعا ده يعني داخل فيها. بس عموما احنا عايزين نوصل لهذه النقطه. طب لو انا هنا يا شباب، لو انا هنا وعايز اوصل للكمفورت زون اعمل ايه؟ انا هنا دلوقتي اعمل هيتنج وهيوميديفيكيشن. هيتنج وديهيوميديفيكيشن، برافو عليك. يعني انا عايز اعمل هيتنج كده وعايز اعمل ديهيوميديفيكيشن اطلع فوق، صح؟ يعني انا عايز اوصل هنا كده. طيب اعمل معروفه نسخنها، طب اعمل ديهيوميديفيكيشن ازاي؟ هعديها على مية. هعديها ازاي برضه؟ لا قولها لي عملي بقى.
يعني هنعمل ايه يعني في بيت كده حضرتك بتسخن الميه اسخن من الديو بوينت، ميه درجه حرارتها اقل من الديو بوينت، يعني اعمل ايه؟ يعني احط ميه ازاي في الهواء ده؟ ابخ ميه مثلا اعمل ايه؟ رش سبراي بالظبط. طب تفتكر الموضوع ده سهل؟ لا تقريبا مش سهل. عشان كده مصنعين الجاز سيستم او الهيتنج اللي هم بتوع الجاما اللي هو الجاز مانيفاكتشر اسوسيشن they fight long and hard fight long time عشان يشيلوا البارم ليميتيشن بتاع الكمفورت زون اللي هو الهيوميديتي، عشان هم مش عارفين انه مش هيوصلوا له بالهيتنج بس. وانت لو تفتح اي اشري بوك هتلاقي الخط اللي تحت ده متشال واخد لك البتاعة دي طويلة حلوة كده، وده ما كانش بناء على اي علم على فكرة، الكلام ده حصل في الاربعينات والخمسينات. هم fight long and hard ان هم يشيلوا البطن ليميتيشن بتاع الهيوميديتي بتاع الهيوميد بتاع الهيوميديتي، عشان عارفين ان الهيتر لوحده مش هيوصلك، مفيش هيتنج في الدنيا لوحده يوصلك للكمفورت، على طول هيخليك دراي على طول لان هو الهيتنج هيمشي كده بس. الهيتنج هيمشي كده بس هوريزونتال بس. فعشان الهيتنج بيمشي هوريزونتال، طبعا المشكله دي is not really a problem في الميدل ايست عموما، لان انتم ما عندكوش شتاء اصلا، يعني درجه الحراره في الشتاء بتبقى 17 16 لو جت 10 تبقى الناس يعني بتبقى يعني برد، لكن في البلاد البارده زي كندا زي نورث امريكا عموما، مش انا بتكلم على نورث الولايات المتحده مش الساوث، الساوث حر، انا بتكلم عن نورث، بتوصل لماينس 20 وماينس 30 وماينس 40 وارقام كده اللي اتقدب خالص. فلازم يبقى يعني الهيتنج مانداتوري، الهيتنج ده شيء اساسي جدا، مفيش حد هيقدر يعيش من غير هيتنج، ممكن يموت. فالجاز مانيفاكتشر اللي هي جاما فايت لونج اند هارد عشان يموف البارم ليميتيشن بتاع الهيوميديتي زون، قال لك اوكي ان انت تبقى يعني سخن ودراي احسن ما تموت تبقى لسه برضو في الكومفورتبل زون، بس هي حقيقه ربنا هي ما بين ال 60 وال 40 ماشي. طب لو انت هنا تعمل ايه عشان توصل للكومفورت زون؟ لو انت في الحته دي هنا كده عامل كولينج و عامل كولينج وايه وهيوميديفيكيشن. طب اديني ديفايس بقى انت عارفه بيعمل كولينج وهيوميديفيكيشن مع بعض. الديفايس اللي انتوا اتعلمتوه بيعمل كولينج ودي هيوميديفيكيشن صح؟ مظبوط. اديني بقى ديفايس بيعمل كولينج وهيوميديفيكيشن. هي كده زي التكييف الصحراوي مثلا؟ بالظبط، برافو عليك. التكييف الصحراوي اللي اسمه ايفابوريتيف كولينج. الايفابوريتيف كولينج مين اللي قال، مين اللي قال النقطه دي؟ انا مصطفى. مصطفى برافو مصطفى. مصطفى هو ده صح كده، اللي هو بنسميه التكييف الصحراوي اللي هو adiabatic process actually اللي هو constant enthalpy اللي هو actually بيبقى شغال كده constant wet bulb قبل يعني قبل وبعد الهواء constant enthalpy، يعني قبل يعني داخل هنا وخارج هنا والاثنين نفس الحراره، وده اللي قلت لكم هنتكلم عليها اللي هو بنسموه التبريد التبخيري او الايفابوريتيف كولينج، وده اللي هو بيبرد الهواء عن طريق التبريد. طب هو ليه كان انثالبي؟ افهم انا عشان بيزود او بتقلل درجه الحراره، بيزود البخار، بيزود كميه البخار في الهواء وبيقلل درجه الحراره، بيزود كميه البخار وبيزود درجه الحراره، بس كان بس كان انثالبي معناها ان هو النسبه اللي بيزودها هي اللي بتجيله صح؟ ده اللي قصدي. ما ليه بقى؟ ليه النسبه اللي بيزودها او درجه الحراره اللي بتقل هي الحراره اللي فقدها الاير اكتسبها البخار اللي هو دخل زاد. هو المفروض الكميه الحراره اللي اتفقدت من الاير اكتسبها البخار اللي زاد في الهيوميديتي. ايوه بالظبط، هي درجه الحراره اللي قل هو المايه دي طلعت له تاني، يعني انا هفهمها لكم ازاي. طب التكييف الصحراوي كده بالبلدي نقدر نعمله ازاي؟ يعني حد فيكم يقدر يعمل تكييف صحراوي يصنعه كده بمواد موجوده عندكم في البيت؟ ممكن
بره وممكن بتجيب حوض ميه لا لا لا، انا بمواد اسهل كتير. حد عارف اول ناس مروحه بتعدي على خشمه بلول. خيش مبلول، برافو عليك برافو عليك، هو خيش مبلول صح. بتعرف اول ناس عملوا التكييف الصحراوي مين؟ الفراعنه تقريبا. الفراعنه صح، اول ناس بقى استخدموا التكييف الصحراوي كان بيحطوا خيش مبلول على الحيطان كده على الشبابيك، فلما الهواء يعدي على الخيش المبلول ده يبخر الماء اللي في الخيش، فلما الهواء يبخر الماء اللي في الخيش يبرد يخش بارد. طيب خلينا ايه خلينا نحللها شويه، حته نحللها شويه كده. طيب الخيش المبلول ده اللي تحول بعد كده الايفابوريتيف ميديا صح؟ ايوه صح، الخيش المبلول ايفابوريتيف ميديا رايت. بس خلينا نعرف بالظبط ايه اللي بيحصل. الهواء بيعدي على الخيش صح كده، الميه اللي في الخيش بتتبخر صح. طب لما الميه في الخيش بتتبخر محتاجه حراره، هتاخدها منين؟ الهواء. لا، خيش من الخيش، من الخيش نفسه صح، اللي قال الخيش صح، هتاخدها من الخيش نفسه. بس عشان الخيش فيه شعر كتير، الخيش يعتبر very large surface area، فالهواء اللي ملامس للهار سيرفيس اريا دي الخيش يروح ساحب الحراره اللي في الهواء. تمام، فاهم ماشي ازاي؟ بس الميه اللي طلعت من الخيش دي راحت فين في الاخر؟ دخلت الهواء. الهواء برضه، يعني الميه اللي مسؤوله عن تنزيل درجه الحراره في الهواء راحت برضو في الاخر للهواء، عشان كده كان انثالبي. ما انا السنسبل هيت اللي سحبته من الخيش واللي الخيش بدوره سحبه من الهواء، السنسبل هيت ده جاي من الليتنت هيت اللي اتبخرت للميه، اللي الميه دي راح. يعني لو في 3 باوند في ميه اتبخروا، ال 3 باوند دول بيحتاجوا حوالي 3000 بي تي يو، ال 3000 بي تي يو دول راحوا للخيش، فاحنا سحبنا 3000 بي تي يو من الخيش فنزل درجه حرارتها، راح الخيش سحب 3000 بي تي يو من الميه من الهواء من الاير ونزل درجه حرارته، لكن الميه اللي فيها 3000 بي تي يو دول راحوا فين؟ ما راح الهواء في الاخر برضه، عشان كده كان سينتوبي. التبريد التبخيري او الايفابوريتيف كولينج هو اقدم، تقريبا هي اقدم واكثر طريقه شيوعا للتبريد في العالم كله. والمصريين هم اول ناس استخدموها، وبعد كده اليونانيين استخدموها، وبعد كده الفرس، وبعد كده اكشلي كانت اول طريقه لتبريد البيت الابيض في امريكا كانت ايفابوريتيف كولينج، وهكذا كانت هي الطريقه الوحيده صح. بس خلي بالكم بقى، التبريد كله في الدنيا بيعتمد على اللعبه في الحته دي. انا ببخر فلويد معين، فالفلويد ده محتاج هيت كبير عشان ابخره ليتنت هيت، والفلويد ده يروح ساحب ليتنت من حته اللي هو ليتنت، يروح ساحب سنسبل من حته ثانيه. كل التبريد ماشي على اللعبه دي، على فرق ما بين اللعبه ما بين تحويل الليتنت والسنسبل، سواء بالدي اكس، سواء بالفريون، سواء بالكربون دايكسايد، سواء بالامونيا، وريفر اللي انت عايز تعمله، هي بيلعب في الحته دي. انا ببخر فلويد، الفلويد ده محتاج ليتنت هيت عشان ابخره، الليتنت هيت لما بسحبها من الميديا بسحبها على سنسبل ماشي. لو الهواء هنا، طيب لو الهواء هنا بعمل ايه كده عشان اوصل للكومفورت زون؟ ابرده كولينج اند ديهيوميديفيكيشن، وده اللي هو التبريد، وده هو التبريد العادي ده. لو بحط كويل، الكويل ده اقل من الدو بوينت، فايه اللي بيحصل؟ على فكره ما بتوصلش كده رايت اواي، هو اللي بيحصل ان انا عندي كويل اروح ماشي كده لغايه الدو بوينت، واول ما اروح نازل عن الدو بوينت تروح المايه نازله نازله عماله تتبخر لغايه ما توصل لهنا ماشي. وده التبريد العادي، ان انا بعمل كولينج ودي هيوميديفيكيشن، وده الاكثر انتشارا مثلا في الميدل ايست او في الحتت اللي فيها هاي هيوميديتي اريا ذان لوور هيوميديتي اريا، لكن في الحتت اللي فيها لو هيوميديتي اريا التكييف الصحراوي هو افضل كتير جدا، لان التكييف العادي مش بيشتغل، التكييف العادي هيبرد ويخليني جاف ويوصلني لهذه النقطه دي. طب حد عارف مثلا منطقه في مصر التكييف الصحراوي فيها يشتغل كويس قوي؟ سوانا. اي حاجه تحت الفيوم وانت نازل تحت، اي حاجه تحت الفيوم وانت نازل تحت انكلودنج الحتت اللي على البحر زي الغردقه، مش شرط ان الحته على البحر تبقى هاي هيوميديتي خالص، هو على حسب اتجاه الرياح ماشي ازاي. فالغردقه فيري دراي اريا، معظم سينا فيري فيري دراي اريا،
معظم سينا فيري دراي اريا، اللي راح فيك السعوديه او احد الرياض فيري دراي اريا، مكه مش فيري دراي، المدينه مش فيري دراي، اسكندريه طبعا طبعا مش فيري دراي ولا ليها علاقه بالدراي اصلا، القاهره برضو مش دراي، القاهره سيمي دراي بيسموها سيمي اير اريا، بس التكييف الصحراوي. والتكييف الصحراوي زي ما هنتعلم بعد كده او الايفابوريتيف كولينج له ابلكيشن حتى في الهيوميد كلايمت، يعني في ابلكيشن للهيوميد كلايمت بنستخدم فيها الايفابوريتيف كولينج، زي حاجه مثلا اسمها الايفابوريتيف ريكفري، وده ازاي نقدر نريكفر الهيت من بيلدينج عن طريق التبخير، ودي اكشلي بيبر انا كتبتها في السي تي اي كانت 2017 واستخدمت في مول في قطر. احنا حاطين حوالي نص مليون سي اف ام ايفابوريتيف ريكفري، مستخدمين تكييف ايفابوريتيف جوه قطر، وقطر دي لو تعرفوها يعني الدوحه هيوميد الهيوميد يعني، ماشي. فلو استخدامات مختلفه، له استخدامات مختلفه برضو في الفريش اير ريكويرمنت، في الفريش اير ابلكيشن. عملنا برضو بروجكت في القاهره في العاصمه الاداريه الجديده، كان المصنع بتاع الفلوس اللي بيعملوه جديد ده، فبرضو ده كان فريش اير ومستخدمين فيه اندايركت دي اكس، يعني فالتبريد التبخيري له ابلكيشنز كتير. طب لو انت هنا بقى حضرتك هنا بقى تعمل ايه؟ دي هيوميديفيكيشن بس. تعمل ايه؟ دي هيوميديفيكيشن بس. طب دي هيوميديفيكيشن بس هتعمله ازاي؟ لا انت كولينج اند دي هيوميديفيكيشن، عامل هيتنج اند دي هيوميديفيكيشن. واحد واحد يا شباب. يعني انا ممكن اوصل للنقطه اللي هي في النص اللي انا عايزها بالظبط، ممكن اعمل كولينج اند دي هيوميديفيكيشن بعدها سخن. صح، يعني انت هتعمل كولينج وديهوميديفيكيشن عشان تنزل كده، صح؟ اه، ولو عايز اوصل للنقطه بالظبط بقى اعمل اسخن. ما هو في الاخر احنا عايزين نوصل للنقطه بالظبط. اه اسخن، اه بعدها سخن. اه في الاخر احنا عايزين، يعني انت هتعمل كولينج وديهوميديفيكيشن وبعد كده تعمل ريهيت. اه انت عارف كميه الانرجي اللي انت بتويستد قد ايه؟ انا فاهم ان انا بردت وبعد كده بسخن. اه يعني انت بردت عشان تشيل الهيوميديتي ورحت مسخن عشان في طريقه تانية اي حد يعرفها؟ ستيم هيوميديفاير. ايه ستيم دي؟ استخدم ستيم كول ستيم واعدي الهواء عليه ويحصل له ديهيوميديفيكيشن. لا ازاي دي؟ اشرحها لي لو سمحت. كيميكال ديهيوميديفيكيشن. كيميكال ليه موديفيكيشن انا فاهمها، بس انا عايز اعرف الستيم ده ازاي. يعني الستيم ده هسخن الميه، انت الستيم ده جوه ولا بره؟ يعني بتقول وستيم طبعا قصده على العكس، مش ليه موديفيكيشن، قصده على عكس. هو انا ممكن قصدي شيلد ووتر اعديه في كويل، والشيلد ووتر يسحب لي الرطوبه من الاير والاير ينزل. طيب ما هو ده تبريد وبعد كده سخنه بالستيم. اه طيب ما هو ده زي الحل الاولاني. انا مش عارف مين قال الهواء ان انا هبرد وسخن، دي نفس الحل الاولاني، ده مش جديد. انا بقول هل في حد عنده تاني طريقه تانيه ان احنا نعمل دي موديفيكيشن؟ ايوه، ممكن احط ماده مثلا تسحب الرطوبه. زي ايه؟ زي السيليكا جيل. صح، برافو عليك، برافو والله العظيم، برافو جدا. دي كيميكال دي موديفيكيشن. طب السيليكا جيل دي لما تسحب الرطوبه هنفضل نجيب سيليكا جيل جديده منين بقى؟ لا ما انا ما انا انت السلك جل سحب الدكتور وحصل لها تشبع، صح؟ اه. طب وبعدين؟ إيه؟ لا نفضل نحقن في كل الهواء اللي يدخل. ما هتجيب انليمتد ريسورس في سلك جل منين يعني؟ انا ما عنديش فكره الصراحه. بنطلع رطوبه من بنطلع مين اللي اتكلم؟ بنطلع رطوبه من السيليكا جيل تاني. حلو، بنطلع رطوبه من السيليكا جيل تاني ازاي؟ عطينا سخنها. صح، بنسخن الرطوبه من السيليكا جيل. برافو عليك. طاقه شمسيه. يعني بنسخن السيليكا جيل بسام هاو وتطلع منها الرطوبه، صح؟ طب ما السخونيه اللي في السيليكا جيل دي هتروح للهواء، صح؟ لا، امال هتروح فين؟ هنروح هنروح بقى ناخد السخونيه اللي احنا سخناها بقى دي، نبقى نعملها مبادل حراري مع اللي احنا عايزين نسخنه اصلا. اللي هو ايه؟ احنا مش عايزين نسخن حاجه خالص.
مش احنا انا عندي سلكه جل انت حطيتها قدام الهواء عشان تابزورب الهيوميديتي من الهواء. السلكه جل ابزورب الهيوميديتي صح؟ سخنت السلكه جل عشان تطرد الهواء. طب السلكه جل سخنه دلوقتي هعمل فيها ايه انا؟ هحطها قدام الهواء تاني عشان تسحب الرطوبه تاني، بس هي سخنه. هتعمل ايه؟ هتسخن الهواء. على فكره صح، على فكره هي بتسخن الهواء. دي بنسميها desiccant dehumidification، ودي اشهر طريقه للديهيوميديفيكيشن بتاع الهواء. حد سمع عنها قبل كده؟ ايوه دي بستخدمها في مصانع الادويه او حاجات اللي هي عايزه رطوبه قليله. حد شاف السيستم ده شكله ايه؟ بتبقى عامله ازاي يعني؟ بسام لو انت هنا، بسام ممكن تشير ديسكن دي موديفيكيشن؟ ما كان ده ثانيه واحده. طيب افتكر بروجكت كده ثانيه واحده. لا يعني من على جوجل يا بسام، مش شرط، مش بروجكت احنا عملناه يعني. طيب بسام ماي تي ايه النهارده؟ ده شرف ليا والله. بس حبيبي هندس والله احنا بنيجي نتعلم برضه. بسام من الشباب اللي شغالين معايا يا شباب، هو دفعه 2018، ومن الشباب اللي شغالين معايا يعني عاملين شغل ما شاء الله عليه يعني، بس عشان تبقوا عارفين. هو افني شير هندسه ايه يا حبيبي؟ اه اتفضل. شكرا مبدئيا طبعا. شير كده السكرين وصلت يا شباب؟ ايوه ايوه بالظبط. اهي بالظبط اهو، ده السيستم بنقول عليه desiccant dehumidification، وده بيبقى عباره عن ويل. الويل دي معمول لها باكت من السيليكا جيل، بنعدي الهواء اللي احنا عايزينه ناخد منه التبريد من تحت، وبنعدي another stream of air، hot stream of air in the top، عشان يبخر الهواء اللي تحت بنقول عليه process air، والهواء اللي فوق ممكن تاخد صوره وتكبرها. بس process air or activation air. ايوه بالظبط، دي كده اللي بيحصل بالظبط. وبناخد طبعا علامه الزائد يعني هيتر، وعلامه الناقص يعني مفيش كولينج في الموضوع ده خالص. احنا بناخد البروسيس اير، بناخد البروسيس اير ده من المكان ونعديه على السيليكا جل، والويل دي عماله تلف، فالسيليكا جل اللي حصل لها ويت طلعت فوق. باخد هواء من بره هيومد برضه، بس بسخنه. لما بسخن الهواء بعمل ايه في الريليتيف هيوميديتي؟ بتنزل صح؟ فاكرين يا شباب؟ بخلي الريليتيف هيوميديتي بتنزل لما بسخن الهواء اللي هو الري اكتيفيشن اير، فبنزل الريليتيف هيوميديتي بتاعته جامد، واروح معديه على على السيليكا جيل برضه، فيروح مبخ عشان هو الريليتيف هيوميديتي بتاعته قليله، فعنده قابليه اكتر ان هو ياخد الهواء، ياخد الميه، فيروح مازز الميه اللي في السيليكا جيل وطالع، وده بقى ويت اير بطرده بره، ويتروح السيليكا جيل نازله تاني وهكذا. حد شاف السيستم ده قبل كده؟ جاست كيريوس، لو مش مشكله بس حد تخيله مثلا، حد عارفه قبل كده السيستم ده؟ احنا درسناه بس ما شفناش انويل يعني. ما درستوه، ما شفتش اكشوال الويل، ما شفتش شكل الويل صح؟ لا لا. بس عندك اي اكشوال يونت صورها الحقيقيه؟ بس ثانيه واحده يعني هنجي من عندنا. طيب هندسه من عندك. وساعات بقى بنعمل ايه يا شباب؟ ساعات احنا بنبرد الهواء ونشيل منه الهيوميديتي بميكانيكال كولينج، بدي اكس كولينج يعني، وبعدين بنعدي الهواء ده تاني على ديسكنت ويل عشان ناخد منه هيوميديتي اعلى. لو احنا بقى عايزين الهيوميديتي فيري 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 لو، نوصل لفيري لو هيوميديتي، بنوصل ساعات يعني في تسمعوا عن حد شاف قبل كده الايس هوكي اللي بيلعبوا هوكي على الجل على التليج، او الايس سكيتنج عموما؟ ايوه. الحاجات دي بتبقى مقفوله صح؟ على فكره دي بيبقى فيها دي هيوميديفيكيشن يونت، لو ما فيهاش دي هيوميديفيكيشن يونت هتمطر جوه الصاله دي، فيزيكلي هتمطر، لان الهيوميديتي بتبقى عاليه قوي من الثلج ده عمال يتبخر وينزل. لو انتوا رحتوا اي جروسري ستور
زي كارفور مثلا فتح الله، هتلاقوا في ميه، في بتنزل ميه، ممكن تلاقي ميه على بيبان الثلاجات. حد شافها قبل كده؟ هتلاقي في ميه على بيبان الثلاجات، ميه من الجروسري ستور عموما اتسويت انفايرمنت عشان هم الثلاجات بتاعت الخضار بيرشوا عليها ميه، فبيبقى في فيري هاي هيوميديتي من اللي موجودين، وكمان من كميه الناس اللي موجوده جوه. كميه الناس اللي موجوده جوه احنا بنبريذ واتر فيبر، فلو احنا ما حطيناش دي هيوميديفيكيشن جوه الجروسري ستور ومحلات الخضار عموما طبعا الكبيره، يعني الخضار بيبوظ. ودي احد يعني اليونتس اللي موجوده تقريبا في كل الجروسري ستور في امريكا، وول مارت، هول فود، الاماكن الكبيره اللي فيها خضار لازم بيحط لها دي هيوميديفيكيشن يونت غير التبريد، غير يونت بتاعت التبريد خالص ملهاش دعوه، عشان بس يكنترول كميه الهيوميديتي اللي داخله جوه المكان، عشان لو سابها كده ان كنترول المكان ده هيبقى ويت وبيتزحلق، وهتلاقي ثلاجه ميه على بيبان الثلاجات وميه على الخضار وميه في كل حته، لو مش هيبقى دراي انفايرمنت. طبعا في الايس سكيتنج ارينا في السجون اللي بيبقى فيها عدد كبير قوي من الناس، انا عارف انه مش في مصر بس في الدول اللي بره كده بيحطوا دي هيوميديفيكيشن في السينمات، في اي مكان فيه عدد كبير من الناس مقفول لازم يحطوا دي هيوميديفيكيشن سيستم، وغالبا بيبقى بالسيستم اللي انتوا شايفينه، مش ان هو يبرد، ان هو بس عشان يسحب الهيوم. ماشي خلاص يا بسام، اتس اوكي ولا انت لقيت؟ اه لقيت بروجكت عندنا. انت عارض الديسكتوب بس؟ انت عارض الجوجل؟ لا مش عارض. ثانيه واحده، طب هعيد الشير تاني. دي يونت مثلا، دي اكشوال فيها دي هيوميديفيكيشن، فيها ديسكنت ويل، وازاي بنسخن الديسكنت ويل، بناخد الهيت من الكوندنسر، يعني هنتعلم الكلام ده ايفينشولي. بس لا، عندك اكشوال صوره فعليه لليونت في البرودكشن بيكتشر؟ البرودكشن بيكتشر ما اعرفش لو عندي ولا لا. في البروجكت، روح البروجكت ثانيه واحده. عندنا بروجكت ده، يعني بروجكت البرودكشن سميت بتاعه ايه يا عمر؟ ده يعني بروجكت اللي بيدور على البرودكشن، اي برودكشن بيكتشر لاي ديسكنت ويل يعني. اوكي جيف مي لايك 2 مينيتس. حد يعرض؟ أيوة أنا هعرض، ثانية واحدة بس. خلاص شايف السكين عندي كده صح؟ ايوه دي شكل يونت اكشلي فيها، ده عندنا في المصنع، وده شكل يونت اكشلي فيها ان انثالبي ديسكنت ويل عشان بتشيل الهيوميديتي من جوه. لا شات الديسكنت ويل بس اهو. يا شباب في سؤال؟ اي حد عنده سؤال سوفا؟ اديهم فيديو او حاجه. ما سمعتش. بس انا مش فاهم حتى بتاعت الرجع بتاعها. بمعنى ايه الرجع اللي معدي عليها يعني؟
هي المفروض ان احنا ندخل عليها الهواء فبيبدا ايوه تنزع من الرطوبه. ايوه بعد كده المفروض وبتلف ان احنا تطلع فوق، بتلف تطلع فوق، فلما تلف تطلع فوق اما عندي هواء سخن بسخنه اعديه عليها ياخد الرطوبه تاني. تمام. الهواء السخن ده بقى مصدره ايه؟ بيجي من اي من اي من بره بيبقى، يعني انا لو عايز اخد الهواء من البيلدنج نفسه بعمل له بنزع الرطوبه، الهواء السخن ده بيجي من بره من بره البيلدنج بسخنه، بحطه في هيتر عشان يروح داخل عليه. تمام. يعني بحط اكشوال هيتر عشان يسخنه. اليونت دي على فكره معظم الديهيوميديفيكيشن يونت بتبقى احجامها كبيره قوي. يعني انت شايفين البني ادمين جنبهم بتبقى احجامهم كبيره، اليونت بتبقى احجامها كبيره قوي. هو للاسف عموما الديهيوميديفيكيشن يونتس مش مستخدمه كتير في مصر، عشان كده مش هتشوف التكنولوجي دي، لكن في اي بلد في الدنيا الديهيوميديفيكيشن يونت، خصوصا زي ما قلت لك في الجروسري ستور، في الملاعب، في الحتت دي بتبقى مهمه قوي وملهاش دعوه للتبريد. وتاني وعشان بس نبقى فاهمين يا شباب، موضوع ان في مكنه واحده بتبرد وتعمل دي هيوميديفيكيشن وتسخن، الكلام ده مش في الحقيقه مش موجود. احنا بيبقى عندنا كلها دي كابلنج، يعني انا عندي ماشين بتعمل فريش اير، ماشين بتعمل دي هيوميديفيكيشن، ماشين بتبرد، ماشين بتعمل هيتنج، مش ضروري ان انا احط كل حاجه في مكان واحد او في ماشين واحد، وممكن ثلاثه اربعه يشتغلوا في نفس الوقت عشان يدوني النتيجه اللي انا عايزها. وده اللي بنفهمه من السايكومتري تشارت، انا عايز ايه؟ يعني الفكره كلها بتحصل انا عايز ايه؟ عمر وقف شيرنج يا اسمه. باشمهندس ايوه كده الدراي بالب تمبريتشر كده هي المفروض ثابته على، يعني لو بصيت على السايكومتريك شارت هي ثابته، بنزل بتاعت خط ثابت الديسيكانت الدراي بالب ويل؟ بتاعت الديسيكانت ويل؟ لا لا بس هي في الاكشوال مش ثابته؟ هي مش ثابته خالص ولا عليها ضغط. الديسيكانت ويل شفت الايفابوريتيف كولينج ماشي كده؟ كونستنت انثالبي؟ الديسيكانت ويل ماشيه كده. العكس. كونستنت انثالبي بس رايحه العكس. بتقلل الهيوميديتي وترفع السنسبل هيت. واروح اعمل لها زياده تبريد كده. فيلم بعيد عنك. لا يا ريت لو في فيديو. لا يا باشمهندس ولا ماشي، يعني فيديو يقول لك الهواء ماشي ازاي؟ يوضح لي بس. سامع اعرض الفايل اللي كان عندك اللي هو اللي هو فيه في في بتاع ده في انيميشن. على فكره احنا مش هنتكلم على ديسكان وين النهارده، انا بس عايز اعرفكم ان في حاجه اسمها كده، احنا هنتكلم عنها بالتفصيل، دي ليها ديتيلز ما بعدها ديتيلز، الروتيشن وسرعه الروتيشن وازاي بتشتغل والانجل بتاعت الروتيشن والاكتيفيشن اريا قد ايه، دي فيها فيلم كده. اهي بص اهو ده بالظبط اللي بيحصل، البروسيس اير جاي من البيلدنج بيعدي على الويل بيطلع دراي اير سخن، الرياكتيفيشن اير ده بيبقى جاي من بره البيلدنج بسخنه بدخله على هيتر بسخنه وبدخله على الويل وبعد كده بطرده تاني. فالبروسيس اير بيفقد رطوبه وتزيد درجه الحراره بتاعته. كونستنت انثالبي بروسيس، ادياباتيك بروسيس، طبعا ما بتبقاش 100% بس هي كونستنت انثالبي بروسيس. حد عنده سؤال في ده سو فار يا شباب ولا نموف للنقطة اللي بعديها؟ أي حد عنده سؤال؟ بعد إذنك يا مستر محمد. اتفضل يا باشا. ممكن بس تعيد على السايكومتريك شارت الهواء اللي داخل حضرتك، إيه اللي حصل على السايكومتريك شارت؟ يا فندم أنا لسه هرجع حضرتك. عمر بطل شير أو بسام بطل شير؟ بس خليني امسحها كده. اوكي. انا النقطة بتاعتي بادي من هنا صح؟ اهي. لو انا داخل على الديسيكانت ويل انا بعمل دي هيوميديفيكيشن وبسخن في نفس الوقت. كنس الانثالبي بتنزل كده. ده اللي عايزاكيومتري. وبعد ما اعمل كده اروح مبرد. هو معلش يا باشمهندس الشير لسه ما وصلش عندنا. ماشي.
مش الوسط كده؟ موافق؟ أنا كده ايوه تمام كده بقى، ماشي. انا كده اشتغل. انا هفهمها لكم. انا بادي من هنا، اللي بيعدي على الديسيكانت ويل بيفقد الهيوميديتي بتاعته وبيزيد درجه حرارته، يبدا نازل كده اهو، ماشي كده اهو. نحط فهم كده عشان يتفهم، وبعدين اروح مبرد اروح جايبه تاني هنا. طب ما انا كده يا باشمهندس، ما هي إيه؟ انا كده عديت على كولينج كويل بعدين مع صح عامل، اتفضل. احنا كده برضو سخنا وبردنا برضو الاثنين. ايوه ماشي، ما لهاش حل. ما انت عندك طريقه ان انت تعمل دي هيوميديفيكيشن من غير ما تدفع فلوس؟ يا ريت. ما قصدي اعملها وقول جائزه نوبل بكره. لا مش كنا ممكن نعمل كولينج اند دي هيوميديفيكيشن بعدها نسخن؟ ان انت تعمل كده. صح كده؟ الفكره في ايه بقى؟ لو انت من هنا هتبقى عشان توصل، عشان توصل لهنا بص هفهمها لك كده اهو كده، وتروح واصل كده صح؟ ماشي. طيب بص، انت عملت التبريد ده كله، فالانثالبي بتاعك بقى قد ايه من هنا كده لهنا؟ ده الانثالبي بتاعك بتاع التبريد صح؟ تمام صح؟ وبعدين رحت مسخن، رحت واخد انثالبي من هنا لهنا كده اهو تاني. لكن الانثالبي بتاع التبريد ده قد ايه اهو؟ من هنا لهنا بس. فانت في لو استخدمت ديسكنت حرفيا هتستخدم نص الكاباسيتي بتاعت الكل. كاباسيتي هي بتتحسب كلها. بص في الاخر يا باشمهندس بتتحسب ايكونوميكال بقى. طب بتتحسب انا بدفع كام؟ انا فاهم. بس برضه فينا انثالبي تسخين صح؟ في انثالبي تسخين اللي هو ده صح؟ صح؟ لا هو الانثالبي تسخين بتاع الاكتيفيشن اير بقى. لكن ماشي. لكن الاكتيفيشن اير في بقى عندنا يونت مثلا بنسميها دي اتش بي، اللي هي الدي هيوميديفيكيشن هيت بامب. دي بقى عبقريه. عمر ممكن تشغل دي اتش بي سايكل يا عمر؟ اوكي هوريك اليونت دي بقى، دي عبقريه جدا بقى، بنعمل شغل فيها جميل جدا. مفيش حته هيت بره كده بنسيبها. انا هبطل شيء كله هيت. دي بيسموها دي هيوميديفيكيشن هيت بامب. دي بنعدي الهواء في الاول على كولينج كويل ماشي، يبرد ويسحب شويه هيوميديتي، وعندك كوندنسر شغال، ما هو كولينج كويل يعني فيه كوندنسر، وبناخد الهواء اللي معدي على الكوندنسر السخن ده بنعديه على الديسيكانت ويل، يسخن الديسيكانت ويل، والهواء اللي طالع من الكويل بنعديه تاني على الديسيكانت ويل. طاير اهو. الو سامعني كده؟ لا مش شايفين حاجه. شايفين سكرين كده؟ كده وجايه جايه. خلينا اشغل سبميت يبقى احسن. ببساطه اللي بيحصل بقى في اليونت ديت ان احنا بنحط دي اكس كولينج كويل قبل الديسكنت ويل، والدي اكس ده لازم له كوندنسر، يعني لازم يكون في كوندنسر كويل نريجكت فيه الهيت ده للاوتسايد اير. فاللي بيحصل ان الهواء يخش هنا يبرد، بعدين يخش على الديسكنت ويل، والكوندنسر الهيت اللي احنا بنعمل لها ريجكشن، بنعمل لها ريجكشن نري اكتيفيت بيها الويل تاني. فاحنا حرفيا ما فيش اي انرجي لوست في الموضوع، كل الانرجي اللي احنا بنعمل لها ريجكشن بناخدها نري اكتيفيت بيها الويل، وبعدين نستعملها تاني في النص التاني بتاع الويل. ممكن طبعا يكون في بوست كولينج او بري كول او بوست هيتنج او وات ايفر. اي انرجي انا بقدر استعملها ان انا رياكتيفيت بيها الايد، ان انا رياكتيفيت بيها الايد بستعملها. يعني في اليونت دي البوست كولينج كويل والبري كولينج كويل الاثنين احنا الكوندنسر بتاعهم بنعمل بيه رياكتيفيشن للاير، بحيث ان لو الكويل دوت فور اني ريزن الكمبريسرز دي باظت او حصل اي مشكله، البوست كولينج كويل برضه يقدر يرياكتيفيت الاير. دي تشاندلر دي يا عمر صح؟ دي ماديسون، دي يونت كبيره جدا 20000 سي اف ام.
بس ببساطه ده دي اتش بي فيري سمبل ايديا وفي نفس الوقت فيري سمارت. ماشي تاني احنا يعني ده كده احنا داخلين في ديتيل، انا مش عايز اخش في ديتيل النهارده، انا بس بحاول اديكوا. انا هشير يا عمر بقى جوهر بطل شير. انا يعني انا عايز اديكوا بس يعني احنا ايه ليه بنستخدم السايكومتري. السايكومتري دي بتقول لنا احنا بنوصل احنا عايزين نعمل ايه، وبناء على اللي احنا عايزين نعمله نفضل بقى نفكر نقول هنعمله ازاي. هنحط كولينج، هنحط هيتنج، هنحط ري هيتنج، هنحط هيوميديفيكيشن، هنحط دي هيوميديفيكيشن، هنستخدم تكييف صحراوي، هنستخدم تكييف طبيعي، هنستخدم وريفر اللوكيشن اللي احنا هنستخدمه بيه. وده طبعا بيتعامل من مدينه لمدينه، مش معنى ان السولوشن اللي هيشتغل في مدينه هيشتغل في مدينه ثانيه. يعني انا هديكم بس يعني حاجه كده بسرعه. انتوا شايفين السكرين بتاعتي؟ تمام. ايوه عشان طب ثانيه. لا احنا دلوقتي مش شايفين. ماشي ماشي ماشي. بصوا انا هوريكم حاجه كده بسرعه. مش كل المدن هتبقى حاجه واحده، مش هتبقى نفس السولوشن اللي انا هعمله في اسكندريه هو السولوشن اللي هعمله في القاهره هو السولوشن اللي هعمله في الرياض. لا مش كل المدن، انا بس هوريكم شكل السايكومتري لمدن مختلفه ده بشكل السايكومتري للدوحة مثلا. كل نقطة من النقط ديت هي وقت ساعة من 8000 ساعة في السنة في الدوحة. طبعا الزرقاء هي الكمفورت زون بتاعتي وانا عايز اوصل لدي، فانا هنا بقى الدوحه ده معظمه هيبقى دي هيوميديفيكيشن. مش هلاقي مثلا حاجه هنا كده، مش هلاقي حاجه بارده عشان ابردها، ولا هلاقي حاجه اعمل لها دي. لو انا احط مثلا بلد زي الرياض هتلاقي كل النقط دي تحت كده، لو احطها مونتريال هتلاقيها هنا كده. فلكل مدينه لكل مكان في الدنيا السايكومتري بتاعه وعامل ازاي وشكله ايه، وبناء عليه انا بتصرف ازاي وبعمل ميثود استراتيجي. وده مثلا ده سوفت وير مثلا اهو، يعني كومفورت اور بيقول لك 13% سان شيدنج اوف ذا ويندو، انا ممكن بالسان شيدنج اعمل كذا. الهاي ثيرمال ماس ممكن اعمل هاي ثيرمال ماس. دي ديفرنت تكنولوجيز، ديفرنت تكنولوجيز وديفرنت استراتيجي ان انا ببرد بيها او اوصل للكومفورت فيها. ومن الاخر بيقول لي انا عايز اوصل للكومفورت ده قد ايه، ده دي هيوميديفيكيشن قد ايه، دي هيوميديفيكيشن الباسيف سولار دايركت whatever technology I want. والشغلانه اللي هتشتغل في الدوحه مش هتشتغل في القاهره، مش هتشتغل في اسوان. وعشان كده لو انت حابب تخش في التكييف ده لازم تبقى فاهم سايكومتري كويس قوي، لازم تبقى عارف ان السايكومتري دي you sleep with it you wake up with it you deal with it. هي حياتنا احنا، كل حاجه لازم نفهمها شغاله ازاي وماشيه ازاي، عشان بالطريقه دي انا هعرف افضل ماشين في المكان ده يشتغل ازاي. اهم حاجه في التكييف والتبريد سيريسلي ان انت تبقى فاهم سايكومتري، فاهمها مش مجرد بتحل مسائل، فاهمها. فاهم يعني ايه دراي بالب، فاهم يعني ايه ويت بالب، فاهم يعني ايه ليتنت هيت، فاهم يعني ايه سنسبل هيت، فاهم ان مفيش فرق ما بين حاجه اسمها سنسبل وليتنت، هما الاثنين هيت جاست انا استخدمتها ازاي. فاهم يعني ايه ايفابوريشن، فاهم يعني ايه دي هيوميديفيكيشن، فاهم يعني ايه سايكومتري. فالمحاضره بتاعت النهارده انا كنت عايز اركز فيها على السايكومتري، وعايز اوريكم اهميتها ان احنا ازاي هنستخدمها في الفيوتشر. طبعا احنا ذا مور يعني المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الدي اكس وازاي الدي اكس بيشتغل واحنا بنعمل ايه بالظبط في الدي اكس وهكذا. بس انا يعني انا عايز اركز على نقطه مهمه قد ايه السايكومتري مهمه ان احنا نفهمها مش مجرد نحل بيها مسائل. وصلت المعلومه دي يا شباب؟ وصلت يا فندم. حد عنده بقى اي سؤال؟ احنا تقريبا يعني احنا قلنا ساعه ونص واحنا اوريدي ابروتش الساعه ونص، وهندور عن ساعه ونص كل مره عشان الناس ما تزهقش. حد يطلع كده ويخد راحته.
ايوه ممكن محمد ميوت ينسو. اوكي طب احنا ميعادنا امتى المره الجايه يا باشمهندس؟ انا بفكر نخليها يعني لو انا عايز اكلمكم طبعا اللي حضروا معانا المره دي هم اللي هيحضروا بس المره الجايه عشان بس نبقى فاهمين، لان انا عايز الناس تستمر، مش عايز حد يخش في النص كده مش احنا فاهمين بنقول ايه هيضيع. احنا هناخد احنا واخدينها من فاندمنتال كده وهنطلع حبه حبه لغايه انا اوعدكم بعد نهايه الكورس ده هتفهموا يعني ايه تكنولوجيز، هتعرفوا تعملوا يعني ايه يونت، هتعرفوا تعملوا الكلام ده انا اوعدكم ده. بس الفكره ان انتوا يعني تبقوا واخدينها حبه حبه وعارفين ان الاندستري دي كبيره قوي. على فكره 50% من الطاقه اللي الكوكب بينتجها راح لتبريد التكييف. انا بس حابب اعدل الرقم واقول له 70% مش 50. عندكم انتوا مش عندنا احنا. في العالم كله 50% من الطاقه وال50 الثانيه في المواصلات. بس عشان تبقوا عارفين يعني احنا بنستهلك كميه طاقه غير طبيعيه من الكوكب اللي بينتجها. فيعني انت يعني شغلك في التبريد والتكييف لو انت وفرت 10% انت هتوفر كميه كربون دايكسايد وجلوبال وورمنج وفيلم كده كبيره. فيعني It's a lot of work وانت لازم تبقى فاهم. بس انا النهارده كان هدفي ان انتوا تفهموا يعني ايه سايكومتري دي اهم حاجه. انتوا فاهمين يعني ايه سايكومتري يا شباب؟ هي الفاندمنتال دي اللي هنمشي عليها بعدين يعني شايف ان تمام ان شاء الله. بالظبط. في اي سؤال النهارده عن اي حاجه احنا اتكلمنا عليها اي حد؟ يا ريت الريكورد بس عشان نراجع عليه الكلام. احنا هنحط انا هنزل ريكورد وهنزله على الـ على الـ على الجروب ان شاء الله. في اي حد عايز اي حاجه تاني في النهارده اي سؤال قبل ما قصدي على مواعيدنا تبقى انت المواعيد المواعيد صح احنا عايزين نتكلم عن المواعيد. هل عايزين تثبتوها السبت كل اسبوع ولا كل اسبوعين؟ لا كل اسبوع كل اسبوع اسبوع اسبوع. طيب نثبتها السبت. بقترح يا باشمهندس لو تبقى يومين في الاسبوع. ما هو يومين في الاسبوع دي هتبقى صعبه عليا انا والله. انا عندي برضو عندي عيله وصعب عليهم برضو هتبقى سبت وحد خلاص. أيوة. كل سبت هي كل اسبوع ساعه ونص كده لغايه ما نخلص. انا مش عارف هنخلص امتى فاحنا ساعه ونص كده وهنبقى ماشيين. احنا يعني احنا النهارده اتكلمنا على سايكومتري وانا كنت عامل حسابي اتكلم عليها. المره الجايه هنتكلم على دايره التبريد والتكييف وانا اتعشى من انتوا تقروا البريشر انثالبي تشارت وتفهموها. وهنتكلم عن ديفرنت تايب اوف فريونز وليه بنستخدم الجاز رقم كذا بدل الجاز رقم كذا وايه اللي بيحكم ده وليه اصلا بنعمل وليه اصلا بنستخدم فريون من اساسه يعني. فالمره الجايه ده اللي هنتكلم فيه. ف اي حد اتعلم اي حاجه جديده النهارده ولا كانت مراجعه؟ لا اتعلمنا يا باشمهندس. طب تمام. انا يهمني بس ان اي حد يتعلم حاجه جديده ان احنا نبقى خلصنا النهارده وتعلمنا حاجه جديده. لو طلعت بس زي ما قلت لك بمفهوم يعني ايه ويت بال ويعني ايه بس هو ده يبقى يكفيني والله ان انت بتبقى فاهم يعني ايه ويت بال. باشمهندس اتفضل يا فندم. هو انا في تانية ميكانيكا فتقريبا الكلام كله جديد عليا حاسس ان انا مش مجمع قوي الموضوع. انت ما اخدتش سايكومتري قبل كده؟ ها نزل يا باشمهندس التكييف هياخدها السنه الرابعه. لسه هياخدها السنه الرابعه. طيب هو بالنسبه للناس طبعا يعني انا كنت مفترض ان انت ان الناس اللي هنا كلها. طب مو حد تاني يا شباب مش ما اخدش ده قبل كده غير الباشمهندس؟ ايوه باشمهندس انا في تانية ميكانيكا برضه. انت في تانية ميكانيكا برضه؟ طيب وانا برضه ايوه باشمهندس بعد اذن حضرتك احنا برضه في ثالثه ميكانيكا بس هناخدها الترم الجاي سنه الترم الثاني. انا محتاجكم بقى تقروا سايكومتري اللي انتوا تدوروا بقى يعني ايه سايكومتري. انا النهارده يعني طب اللي انا النهارده قلته فهمتوه ولا هو يعني مش هو يعني شويه في حاجات فهمناها. طيب ما في حاجات فهمتها. انا محتاجكم بقى تقروا سايكومتري. انا يعني انا ما كنتش عارف ان انا بشرحها من البدايه. انا كنت فاكر الناس هنا كلها اوريدي مخلصين يعني واخدين الحته دي فانا يعني افترضت حاجه ودي غلطتي. انا اسف ان انا افترضت ما اي شودنت اسوم يعني. طيب بالنسبه للناس دي احنا ممكن يعني المفروض تفهموا يعني ايه property of air. انا النهارده كنت بحاول اتكلم ان جنرال يعني ايه property of air بس هحاول احط كام حاجه كده على الجروب
عشان يعني تقروا موضوع البروبرتي اوف اير ده تفهموا كويس، عشان لما توصلوا له يبقى الموضوع بالنسبه لكم سهل. لو في بي دي اف بس حتى، ما هو في مليان بي دي اف. عمر ممكن تساعدنا في الموضوع ده، او بسام ممكن حد يساعدنا في الموضوع ده ويحط بي دي افات على السايكومتري على الجروب. اوكي ماشي، حاجات بتشرح السايكومتري ازاي، يعني ايه سايكومتري وبتشتغل ازاي. على فكره ويكيبيديا اتس ا فيري جود سورس اوف نوليدج. في ناس يقول لك ويكيبيديا مش مصدر، ما اقرا المصادر اللي تحت. وانا هعمل لهم ابلود لكتاب كويس جدا اسمه فاندامنتال سايكومتري. هم لو بداوا في الكتاب دوت مع الكورس ستيب باي ستيب، اعتقد في نهايه الكورس مع نهايه الكتاب هيكونوا ممتازين جدا. يعني الكتاب ده عظيم، ده بتاع اشري، ده اللي هي الامريكان. خلينا نتكلم عن النقطه دي. حد عارف يا شباب ايه هو الاشري ولا مش عارفين؟ عارفين ايه هو الاشري؟ اشري فاندمنتال هاند بوك اتعملت عليه. ايه هو الاشري بقى؟ الاشري فاندمنتال هاند بوك انا عارف، بس ايه هو الاشري؟ الاشري تبع شركه كارير. لا يا فندم، ده امريكان كود من شركه كارير. لا يا فندم، لا ده دي الاسوسيشن اوف هيتنج، ات از امريكان سوسايتي اوف هيتنج ريفريجريشن اند اير كونديشننج انجينير اشري. ات از اقدم سوسايتي موجود تقريبا للهندسه في الولايات المتحده وفي العالم. American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. وهو اللي بيطلع كارير just a manufacturer، زيها زينا زي أي كارير زي أي شركة في الدنيا. كارير just a manufacturer. هما الأشري. طبعا في ناس في كارير جوه الأشري، I'm an أشري member. أنتوا ممكن تبقوا أشري member، مش ضروري تبقوا full grade member، بس أنتوا ممكن تبقوا student member. The student member تقريبا لو انا مش غلطان بحوالي 200 جنيه في السنه او يمكن اقل شوي، 10 دولار في السنه. ايه 15 دولار في السنه. 15 دولار في السنه يعني كام بالمصري يا عمر؟ لا مش عارف 200 يعني حاجه زي في السنه، يا 15 دولار في السنه لو انت ممكن تبقى student member. وده هيديك ان انت تخش جوه الاشري ويب سايت، تعمل داونلود للفاندمنتال بوكس، تعمل داونلود لكل الكوميتي، عايز تقرا بيبرز. الاشري اكسبو او مؤتمر الاشري بيتعمل في مؤتمرين بيسموه وان الوينتر ميتنج، وده اهم واحد، وده بيتعمل كل سنه في يناير في واحده من خمس مدن امريكيه، اورلاندو فلوريدا، لاس فيغاس نيفادا، شيكاغو الينوي، اتلانتا جورجيا، نيويورك، نيويورك سيتي نيويورك. السنة اللي جاية دي هيتعمل في لاس فيغاس اكشن. فطبعا يعني ما اعرفش اذا كان حد هيقدر يجي يحضره ولا لا، بس هو من اهم المؤتمرات اللي بتتعمل كل سنة. كل الناس بتوع التكييف والتبريد بتلاقي حوالي ما بين 70 و80 الف مهندس للتبريد والتكييف حاضرين المؤتمر ده. يبقى فيه اوراق علمية بتتقال، الحاجات الجديدة اللي بتتقال، بيبقى فيه اكسبو، كل المانيفاكتشر بيبقوا هناك، ايه الجديد ايه اللي مش جديد. فهو مؤتمر مهم يعني، وحاجة مهمة الأشري إن أنت تبقى أشري member. It's a very good deal for you. في أنا عارف إن Alexandria chapter، في أشري chapter في اسكندرية، وفي أشري chapter في القاهرة. دكتور محمود سلطان غالبا كان هو اللي ماسكه، دكتور محمود بسيوني برضو هو صديق عزيز، برضو كان هو كان involved. طبعا يعني أي حد عايز يشتغل في التبريد والتكييف لازم يبقى له علاقة بالأشري، لأن الأشري هو اللي بيحط الرولز للتبريد والتكييف، واللي بيحط الرولز ناس زي وزيك يعني. ما أنا أصلاً في ثلاثة كوميتي، فيعني إحنا بنفوت على الرول. طب إحنا نخلي ده كده، طب لا غير ده كده، طب اعمل ده كده. وعلى خلاف الناس اللي فهمها اللي مش فهمها، إن في حاجات كتير الأشري بتوصي بيها الناس ما بتعملهاش، والعكس صحيح. فيعني it's a good إن أنت تبقى part of this organization لو أنت عايز تخش المجال بتاع التبريد والتكييف. لو انت عايز تخش المجال ده يعني it's a good to be a part. والويب سايت بتاعتهم اسمها ashri.org، اللي هي American Society AS of Heating ASHRAE.org ashri.org. انت ممكن تخشها وممكن تكتب انا عايز ابقى student member، لان انت مش eligible تبقى full grade member. full grade member لازم يبقى عندك خبرة على الاقل 10 أو 15 سنة.
فانت تبقى ممكن تبقى ستودنت ممبر وهي بتاع ده مبلغ 10 15 دولار في السنه، يعني هو يعني مش مبلغ كبير قوي ممكن يتقدر عليه مثلا، وتدفعهم هو مره واحده بس، بعد كده تقدر تخش اللايبرري داون بوكس مش عارف ايه تعمل انت عايز. فده ده شيء مهم يعني. في منظمات تانية سي تي اي وكده، بس ده عموما. في اي اسئله تانية يا شباب؟ يوم السبت الساعه كام يا باشمهندس؟ نفس الميعاد الساعة 10 الصبح توقيت كاليفورنيا اللي هو توقيتي، اللي هو النهارده كان ابتدينا الساعة كام؟ 10 اللي هو توقيت كام؟ 8 الساعة 8، احنا بدأنا النهارده الساعة 8 بالظبط كده، نفس الميعاد. طب بعد إذنك يا باشمهندس، إزاي هنحدد الناس اللي هتخش؟ يعني إحنا دلوقتي 76 واحد، حضرتك مش عارفنا أصلاً، إزاي هتحدد يبقى دي الناس اللي هتخش المرة الجاية؟ بص أنت 76 واحد انا ممكن يعني انا عارف، انا شايف ال انا شايف عندي الناس اللي داخلين كلهم هنا اهو. ask to unmute lobby lock meeting، بس ما لهمش حصر. لا لهم حصر، انا شايفهم كلهم اهو، انا شايف البارتيسيبل كلهم، انا شايفهم كلهم صح. هو على فكره انت عندك حق يعني، هيبقى فيري هارد، بس انا ممكن نطبعهم يعني ممكن. هو تقريبا زوم بيعمل اتندنس لعدد الساعات اللي انت بتحضرها، ممكن يحدد كل واحد بيحضر كام ساعه. كنت بحضر ميتنج برضو بياخد اتندنس باشمهندس، وده مفروض برضو. قول يا عم نعمل فكره باشمهندس. ايوه انت كاريت الميتنج بتاع السبت الجاي، وهذا اللينك بتاعه حطه لنا في الشات هنا، وده احنا محتفظين بيه اللي هو احنا 76 واحد، بحيث مش عارف يدخل غير مع اللينك ده بس. عمر ممكن تعمل كده دلوقتي؟ ممكن بسهوله اي حد مننا يرفع لينك على النت وتبقى هيصه. صح، احنا عايزين نحكم الموضوع ده. صح، احنا ممكن نحط ارقام تليفوناتنا اللي يبقى عليها واتساب، ونخش جروب واتساب او تليجرام او ايا كان. انفيتيشن لكل الناس اللي داخلين بالايميل، انفيتيشن لكل الناس بالايميل. لا هو احسن حل نروح كاريت ميتنج فعلا السبت الجاي دلوقتي، وهبعته في الشات هنا، كل واحد بيسيب اللينك معاه يخش السبت الجاي في نفس الميعاد ده، اسهل حل واسرع حل اعتقد، ولا ايه؟ مظبوط. بس ممكن اي حد ياخده يبعته واتس برضه عادي. لا صح، في ثقه. لا مش ثقه، هو انا يعني ممكن يكون في سكرين المره دي، بس المره الجايه يعني الاتندنس ده مستنوا يتاخد، فلو في حد ما حضرش المره اللي بعدها مش هيعرف يدخل. يعني حاليا انت هتبعت اللينك فين بس عشان ابقى فاهم؟ الشات. الشات هنا. الشات هنا. خلاص انا اي لوك ذا ميتنج اوريدي، فدلوقتي مفيش حد هيقدر يجون. حاليا مفيش حد هيقدر يجون. معلش انا اسف، انا لازم اعمل كده لان ما ينفعش يبقى الناس داخله خارجه فاهم يعني. انا عندي حق في ده ولا انا غلطان يا شباب؟ معلش يا باشمهندس، هو انا النت ممكن يقطع عندي دلوقتي لانه في مشكله، مش عارف لو قطع ممكن اعمل ايه. ما هينزل اللينك، وما اعتقدش ان احنا يعني في يعني انا موجود على الفيسبوك، ممكن اي حد يكلمني شخصيا او اي حد عايز اهو اللينك نزل دلوقتي، فانتم ممكن تاخدوه يعني تاخدوه كوبي. انا حطيت اللينك دلوقتي في الشات بوكس، اي حد محتاج بقى هيجان الاسبوع الجاي من نفس اللينك اللي احنا عرفه، وانا برضو ممكن احطه على الجروب ولا ايه؟ احنا ممكن نسيبها مفتوحه خالص والناس تخش زي ما هي عايزه، وبعد كده بقى يعني اللي هيبقى فاهم فاهم، واللي مش عايز مش هيفهم مش هيفهم يعني. اللي هيكمل العدد هو بس العدد عايز. إيه؟ العدد الباشمهندس المفروض العدد لا يتخطى ال 100. هي الباشمهندسه قدمت حل كويس جدا، ان احنا داخلين بالجيميل بتاعنا او باي نوع من الايميل يتبعت لنا انفيتيشن لكل واحد من الموجودين، الايميل يتبعت بانفيتيشن.
الباشمهندس قدمت حل تمام يعني. ماشي. باشمهندس مصطفى سالم كان هو ساعدني في الفورم، هو موجود معانا ولا مش موجود؟ مش موجود. طب احنا عايزين حد ينظم الموضوع ده. موجود مع حضرتك يا باشمهندس. طب يا باشمهندس مصطفى ممكن ناخد يعني ممكن نعمل اتندنس مثلا نعرف ازاي. بس اولا متشكر ان انت ساعدتني ده، انا بس عايز باشمهندس مصطفى هو اللي عمل الفورم ودخل. ممكن نعمل اتندنس ازاي يا باشمهندس عشان نعرف الناس اللي دخلت وهم بيتبعت لهم بس يعني ايميل ان هم يخشوا المره الجايه؟ هل زوم في اي حاجه تقدر تعمل اتندنس؟ انا ما عنديش فكره الصراحه، وحتى لو كده الناس اللي مسجله على الفورم فلما اظن اليوزر نيم ممكن يكون مختلف برضو. هو التيمز بيعمل ده بس ما اعتقدش الزوم بيعمل نفس ما عندوش نفس الاوبشن. هو انا عندي اقتراح يا هندسه. اتفضل. ممكن حضرتك تعمل فورم او باشمهندس مصطفى يعمل فورم دلوقتي ونسجل فيه بايميلاتنا دلوقتي يعني واحنا قاعدين عشان اللي حاضر حاليا هو بس اللي مسجل. هو هيعمل فورم او بالاسامي اللينك هنا اهوت، والفورم دي اللي هتملاها. أيوة. الناس اللي هنا بس اللي هتملاها، واول ما ياخدوا اللينك والناس اللي هتملاها هم اللي هيدعوا المره الجايه الفورم. دي أيوة. هتتحط هنا بالظبط كده. باشمهندس معلش مش الفيديو ان شاء الله بتاع المحاضره ده هيترفع على الجروب باذن الله. طب ما حضرتك ممكن تجرب تسيبها مفتوحه، ممكن الناس ما حضرتش النهارده تحضر اول فيديو تتفرج عليه وبعد كده ترجع اول المحاضره الجايه، مفيش مشاكل يعني. ما اعتقدش ان هي ممكن تزيد. انا مش شايف كده، بس هو فكره العدد بس يا بسام عشان يعني ايه احنا عايزين الناس تلتزم شويه عشان يبقوا ملتزمين بس ان هم يحضروا وفاهمين. انا هرفع كده كده على الجروب anyway. زي الفل. لو عايزين نسيبها مفتوحه هي الانفايت موجود ولو لا خلاص خلي العدد محدود فعلا وبعد كده دلوقتي اترفع مفيش مشاكل. صح كده كده الفيديو هيترفع. فلو حد عايز بس دلوقتي الباشمهندس مصطفى يعمل لنا فورم وتتحط على الشات جروب بحيث ان اللي هيملوا الفورم دي بس هم اللي هيتبعت لهم اللينك بتاع المحاضره الجايه. تمام يا باشمهندس، هعمل فورم لحضرتك دلوقتي يكون فيها الايميل ادرس واليوزر نيم لكل واحد وهتحطها على الجروب. صح. تمام هشير على الجروب دلوقتي. اللي هو مش على الجروب ده، على قصدي على الشات اللي هنا على زوم. هنا على زوم. بحيث ان هي الناس اللي ملت المره دي هم اللي هيتبعت لهم اللينك المره اللي جايه، وهي مش غلاسه والله بس عشان الناس تلتزم مش اكتر. احنا عايزين شويه التزام يعني، اللي عايز يخش المجال ده يبقى ملتزم معانا. ولا انتوا شايفين ايه؟ معظم الناس متخرجه ولا طلبه لسه؟ انا في رابعه ميكانيك. طلبه رابعه. رابعه ده كده متخرج. انا متخرج. اتخرجت وخلصت جيش وقاعد بقى بذاكر. مستعد انت بقى؟ انا خلاص انا عايز اعمل. طيب تمام. هو بص انا على فكره خريج هندسه اسكندريه برضو زيكم، بس انا عجوز شويه يعني. ايام ما احنا دخلنا ما كانش فيه بنات كتير معانا، كان معانا بنتين في الدفعه. بس انا لاحظت ان الدفعات الحديثه فيها بنات كتير، وعايز اقول لكم بقى ان البنات عاملين شغل ما شاء الله عليهم يعني فعلا they really doing very well بالنسبه لعددهم مش الكبير في الميكانيكا. بس انا very impressed يعني. احنا معانا بنات في ما شاء الله يعني. ايه بقول ما شاء الله البنات اللي معانا فعلا بنات يعني ما شاء الله عليهم يعني عاملين شغل. doing solid works, they doing answers, they doing steel structures, they doing يعني عاملين شغل. فانا سعيد جدا ان بقى في تنوع ما بين الجنسين، لان قسم ميكانيكا ده كان محصور على الولاد بس. مين احنا ما كانش فيه بنات خالص في الدفعه يعني. هو لحد دلوقتي نفس النسبه على فكره يعني، بالنسبه لعدد الدفعه بنفس الدفعه عندكم، عدد الدفعه عندكم لعدد الدفعه دلوقتي هتلاقيهم نفس البرسنتج. احنا كان الدفعه عندنا 250 يا عم، 2 ل 250. الدفعه عندنا كانت 500 او 600 فيهم حوالي 60 بنت. طيب 90% كده بتتكلم 10%. انا بقول لك كنا احنا اقل من 1%. كنا 2 في 250. كانت 300 ولد وثلاث بنات. اهو. واو. ده فين ده؟ في المنصورة 2020. مش لا اسكندرية انا اعرف ان النسبة اعلى من كده شوية. هم بس علم رياضة وعلم علوم ولا لا؟
هو السنه الجايه هيكون، لا الدفعه الجايه بتاع الثانوي العام هيكون علم وادب بس، ما عادش في علم، علم رياضه وعلم علوم ما فيش كده. مش لازم بالايميل اللي انا داخل بيه على الزوم. اخ الفورم اتحطت اهي يا شباب، الايميل قلت كده كده هتبعت لي انفيتيشن هخش. الفورم اتحطت كده يا شباب خلاص، وان شاء الله اللي يمضي بقى عليها الفورم اللي اتحطت. بس في اي سؤال تاني ليا يا شباب؟ لا شكرا. سؤال لباشمهندس، شكرا جدا حضرتك. اتفضل يا فندم. اه باشمهندس، الشهاده بتاعت الاشري ايه وزنها وليه ناس قليله اللي واخداها؟ ايه وزنها في السوق وليه ناس قليله اللي واخداها؟ يعني هو انا والله ما اتوير يعني ايه شهاده الاشري، يعني ايه شهاده الاشري؟ مفيش حاجه اسمها شهاده الاشري. الاشري ليها امتحان؟ لا، في امتحان بيتدخل تبع اشري نفسها. انا للاسف، انا اسف، مش يمكن، بس انا امنوت اوير. لا لا، الاشري اسم الامتحان الاشري ولا هو امتحان بيوفره الاشري؟ امتحان بتوفره الاشري. اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ هبعت حضرتك اسمه. انا كان في واحد بيشرحه وكان بيتكلم عليه يعني، وان هو ليه اهميه ومش عارف ايه يعني. اه ماشي، قول لي اسم الامتحان ايه وانا اقول لك اهميته. يعني انت تمام. بتتكلم على الاف تي البي اي حاجه كده ولا بتتكلم على الاي بي اي برضو؟ يعني ايه هو الامتحان ده وانا اقول لك دي اهميته ايه. عموما كبي اي وكاف تي وكبي ما لهمش وزن في السوق المصري. يعني انا مش عارف ليه واحد في مصر عايز يبقى بي اي في امريكا مثلا. انا مش هو بالظبط كده، هو انا مش شايفهم في السوق المصري خالص الشهادات دي خالص بتطلب نهائي يعني، رغم ان هي يعني بتثبت ان انت شخص ملم بالاشري ستاندر. انا تاني والله ما عارف ايه هو امتحان الاشري اللي انت بتقول عليه ده. انت لو تقول لي بس هو امتحان ايه انا اعرفه. انا فول اشري ممبر بقالي فوق ال 20 years، فانا مش عارف بالظبط انت بتقول ايه عشان افهمه. تمام، انا ممكن ابعت لك الامتحان ده على الجروب او ايا كان. تمام. وعلى فكره كمان الخمس سنين بتوع الكليه بتاعتكم لما بتخشوا اشري بتتحسب لكم اكسبيرينس. لو انت عايز تبقى فول جريد ممبر فبعد خمس سنين خبره في السوق بتوصل لل 10، اللي بتبقى 5 و5 10 هو الفول جريد ممبر لازم بقى 10 سنين، ف5 و5 10 فبتتحسب يعني. لو انتوا بس حتسين. انا ما اعرفش والله امتحان يعني، ممكن امتحان يكون الاشري بيوفره ماشي، بس ايه هو ما اعرفوش بالظبط تحديدا. هو ممكن المسابقه اللي بينزلوها اللي يعني السنه فاتت كان تقريبا مستشفى في كندا، والسنه دي كومباوند في استراليا برضو. والله يعني يا ريت يا شباب تبقوا فيري سبيسيفيك عشان انا كده بتوه والله. لا الاشري فعلا ممكن تكون ده. ممكن انا في حاجات كتير في الاشري يا عمر ممكن يكون ده كميتي، بس انا ما اعرفش ايه هي. الفورم نزلت، في حد ما خداش فورم؟ في حد مش شايفها؟ هو سجل 72 واحد دلوقتي يا باشمهندس. ماشي، يعني كل الناس سجلت تقريبا. في الغالب كده. اوكي يا شباب، اشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي، ويومكم سعيد. يلا سلام. مع السلامة يا باشمهندس. ألف شكر يا باشمهندس. باي باي.